production, the management team, anatomical and production, my production خاصة بالأمراض. Anatomical and production بنقول فيها surface anatomy, surface anatomy of trachea, surface anatomy of lung, surface anatomy of pleura, and surface anatomy of lung pressure. Surface anatomy of trachea, trachea is a tube extended from the level of C6 to the level of D4, ended by bifurcation to two main bronchi. Trachea is a tube extended from the level of C6. نعرف C6 ازاي؟ العظم الغاز على طول بعد عندك DC7 معروف بيها C6 نزل 7 D1 2 3 4 D4 من ورا اللي هي من قدام السكند ريم يعني الانجل اوف نيروس يعني هي التراكيه بيحصل لها بايفوركيشن اند ليفل اوف انجل اوف نيروس للتو مين برونكاي التراكيه نازله سنترال او سلايتلي شيفت تو رايت ليه بقى؟ لان في الناحيه الشمال هنا كده في الارش اوف اورتا فهذا الارش اوف اورتا بينقها شويه ناحيه اليمين فلو حد قال لك ان التراكيه نازله سنترال الكلام صح لو قال لك سلايتلي شيفت تو رايت برضه صح ينفع كده وينفع كده ينفع تبقى كده وينفع تبقى كده بصراحه يا ولاد عشان بس اريحكم من الحوار ده يعني هو الجزء اللي فوق ده من التراكيه بيكون سنترال وده اللي احنا بنفحصه في الكلينيك فلما اجي اشرح لك كلينيك اقول لك التراكيه سنترال اهي الجزء اللي تحت ده مش بنفحصه في الكلينيك دوت بنشوفه في الراديولوجي في الاشعاعات وده بيكون سلايت لشيفت تو رايت يبقى التراكيه سنترال ولا سلايت لشيفت تو رايت الاثنين لو قلت عليها سنترال صح ولو قلت عليها سلايت لشيفت تو رايت برضه صح كتاب زي ماكرويد العظيم قال لك ايه؟ قال لك التراكيه سلايت لشيفت تو رايت ومعاه حق الحقيقه ما هو طالما مزوره من تحت من هنا فاكيد الجزء اللي فوق كمان برضه ايه؟ سلايت لشيفت تو رايت كده او كده انت وانت بتبحث لو لقيت التراكيه نازله سنترال ده نورمال سلايت شيفت تو رايت نورمال اي شيفت بقى ماركت شيفت للرايت او اي شيفت للليفت يبقى انا عندي حاجه زقتها او حاجه شدتها ودي هنتكلم عليها في وقتها. السؤال الثاني سيرفس اناتومي اوف لانج كله يبص لي دقيقه واحده. باخد خليكم معايا عشان خلصت اصلا. باخد نقطه 3 سنتيمتر اباف ذا ميديال اند اوف ذا كاف. اوصلها بالاسترنال انجل في الميد لاين بشرط ان هذا اللاين يعدي على السيرموكلافيكولار جوينت. وافضل نازل 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 في الميد لاين لغايه الضلع رقم 6 ثم في الميد كلافيكولا لغايه الضلع رقم 6 ثم في الميد كلافيكولا رقم 8 سوري في الميد كلافيكولا 6 في الميد اكزيلري 8 ثم في الميد لاين ورا 10 وهوصل اخر نقطه باول نقطه 3 سنتيمتر اباف ذا ميديال اند اوف ذا كلافيكولا عملت ديب لاين كده عدى على السترن كلافيكولا وصل للانجل اوف كلوز في الميد لاين فضلت نازل لغايه الضلع رقم 6 في الميد لاين. ميد كلافيكولار 6 برضه. ميد اكزيلري 8 ميد لاين ورا 10 ووصلت اخر نقطه باول نقطه. يعني انا قدام لغايه 6 في الجنب لغايه 8 ورا لغايه كاني عايز اقول لكم حاجه ثانيه باي واي يعني اكبر مساحه لللنج من ورا. عشان كده هنرفع شعار الحصه اللي جايه اليوم اللي هو الاسبوع اللي جاي. انا اقول لكم ايه؟ من لم يفحص الباك لم يفحص التشست. يعني الفحص اساسي يا ولاد التشست بيكون منين؟ بيكون من ورا، تقول لي اشمعنى من ورا يعني يا دكتور؟ اشمعنى من ورا؟ ما هو اكبر مساحه متاحه للنج بتكون منين؟ بتكون من الباك عشان كده فحص الباك مهم حتى مقدم على فحص الفرنت، مش مهم كان فحص فرنت ولا لو هي فرنت بقول لك ما تنساش تفحص الباك لان اكبر مساحه للنج بتكون منين؟ بتكون من ورا. يبقى 3 سنتيمتر اباف ذا ميديال اند اوف ذا كلافيكول. وصلتها بالاسترنال انجل في الميد لاين بشرط ان انا اعدي على الاسترنال كلافيكولار جوينت وافضل نازل نازل لغايه الضلع رقم 6 ميد كلافيكولار برضه 6 ميد اكزيلري 8 ميد لاين ورا 10 واوصل اخر نقطه باول نقطه ولو قال لك سيرفس اناتومي اوف بلورا هي بس زود اثنين تحت يعني بدل 6 6 8 10 8 8 10 12 هي نفس الحاجه بس زودت ايه؟ زودت اثنين لتحت فهمت ولا لا؟ فدوت اسمه سيرفس اناتومي اوف سيرفس اناتومي اوف بلورا سيرفس اناتومي اوف بلورا اتفضلي يا ولاد اللي عايز يشرب حاجه او كده انا ما عنديش مشكله انا عادي انا مش معترض خالص واللي عايز ياكل برضه عايز يبقى ميت Thank you.
بصوا يا كابتن، وانا نازل في الناحيه اليمين بصوا عليا كده، وانا نازل كده من الميدلاين، وانا في الناحيه الشمال، وانا في الناحيه الشمال بطلع كده بره شويه بعمل كارديو كلوش وارد تاني. يعني بص على المنظر ده، هاخد الارم اليمين شمال كده، الارم الشمال نازله كده 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 كده، تطلع كده ودي او ترد تاني. فاهمين ولا لا؟ يعني الناحيه اليمين نازل كده يا ولاد، الناحيه الشمال باجي عند الضلع الرابع والخامس اطلع من حاجه اسمها كارديو كلوش. المكان ده مهم جدا، هنعمله بالتفصيل. المكان ده بيكون القلب فيه مكشوف مش متغطي بيه اللنج، وهذا المكان حتى بنسميه في الكلينيكال ايه؟ بين اريا. البين اريا اوف هارت يعني ايه؟ يعني اريا اوف هارت متجاورد باي لنج موجوده في الرابع والخامس، هنقولها تفصيلا. انا بس عملت تعديل في السيرفس اناتومي اوف لنج والسيرفس اناتومي اوف بلورا، وانا نازل في اليمين نازل كله كده، وانا نازل في الشمال باجي عند الرابع والخامس ايه؟ اطلع كده وارد تاني، ها بعمل حاجه اسمها كارديو. يبقى سيرفس اناتومي اوف تراكي، سيرفس اناتومي اوف لانج، سيرفس اناتومي اوف بلورا، سيرفس اناتومي اوف لانج فيشرز. في فيشر موجود في الناحيتين، موجود يمين وشمال، اسمه اوبليك فيشر. بيبدا من عند تي 3 في الميد لاين ورا، وبيخلص عند السيكس ريب كولوستوس ستيرنال، وديستند داون وورد فور وورد واوبليك. يبقى في فيشر موجود في الناحيتين اسمه اوبليك فيشر. ليه نقطه بدايه؟ ثوراسك 3 من ورا، اعرفها ازاي؟ العظمه البارزه دي يبقى انزل 1 2 3 والنهايه الضلع السادس ده اخر واحد بيدخل في الاسترنال. يبقى انا باجي من ورا عشان اوصل لهنا، بنزل ازاي؟ بالسين داون وورد فور وورد واوبليكلي. هذا الفيشر هو الفيشر الوحيد اللي موجود في الناحيه الشمال، فبيقسم اللنج الشمال الى ابر لوب ولور لوب بس. الناحيه اليمين نفس الفيشر هو موجود بالسين داون وورد فور وورد واوبليكلي. بس في حاجه كمان، من عند الفورس ريب من الكلوسز ستيرنم بيمشي بالعرض حاجه اسمها ترانزفيرس فيشر لغايه لما يقطع هذا الكيك. يعني بدا من عند الفورس ريب ومشي بالعرض كده، راح قطع مين؟ هذا الاوبليك فيشر. فقسم لي الرايت لانج الى ابر وميدل ولور لوبس. يعني هنا في تو فيشرز، هنا في وان فيشر، فبالتالي هنا في تو لوبس وهنا في ثري لوبس. مفهوم ولا لا؟ ها يبقى الرايت لانج دايما تتفوق بواحد، فيها تو فيشرز وثري لوبس، والليفت فيها وان فيشر و تو لوبس. الاوبليك فيشر مشترك في الناحيتين زي بعض، عشان تحفظوا احفظوا كده، البداية ونهاية وكورس. بداية ثوراسيك 3 في الميد لاين ورا، نهاية 6 ريب كروس ستيرنم، كورس ديستين داون وورد فور وورد واوبليك مع 6 ريب، يبقى ده اسمه اوبليك فيشر. الترانزفيرس موجود في الناحية اليمين بس، من عند الفورس ريب كروس ستيرنم ويمشي بالعرض يقطع هذا الاوبليك. يبقى دي كده اسمها سيرفس اناتومي. أربع أسئلة والله العظيم بيتسأل، الاربع اسئله بتنسحب، الصفحه دي كلها اسئله. هيقول لك سيرفس اناتومي اوف تراكيه، اشهر سؤال قصر عيني سيرفس اناتومي اوف لانج، الزهراء الدولي اوبليك فيشر، اوبليك فيشر، ها سيرفس اناتومي اوف اوبليك فيشر. ماشي يا ولاد؟ خلاص كده؟ ها سيرفس اناتومي بتسال كتير 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 كتير. تدخل الامتحان صدقوني مش عارف يعني، ساعات تدخل والله تسال سيرفس اناتومي اوف لانج، سيرف سيراتومي اوف ليفر، سيرف سيراتومي اوف سبليل. لما امتحان كل دول واحنا اناتومي رجعنا اناتومي. فاهميني ولا لا؟ يعني هي البطنه مشكلتها ان ايه؟ اسال اي سؤال وهي، يعني اي سؤال وهي مش معاك بطنه، اي حاجه هتمشي معاك، مع انه سؤال اناتومي قديم يعني لكن بيتسال. طيب بصوا بقى يا دكاتره. الحته اللي جايه دي فنيه قوي. كل لوب من دول بيتقسم داخليا الى سيجمنت اكوردنج تو بلس اوف. عايزين نفهم الحته دي باستفاضه شويه عشان هتفتح لي مجال لحاجات كتير. لو دي كده انترنال برونكيول، ودي هنا الالبرس، الالبرس هنا لازم البطانه كده الايديتيريا، اوكي؟ في نفس الوقت في عندي بلاد فيزلز جايه من البلمونري سيركيوليشن هنا كده، متحوط الالفيولاي متبطنه بالاندوثيليا. ده ايديتيريا وده اندوثيليا. وفي الحته دي كده زي تيشو حاجه اسمها انترستيشن تيشو. المكان ده كله على بعض ما بين الاثيريوم ده والاثيريوم ده والانترستيشن اسمه البيولو كابيلاري ميمبرين، اللي عن طريقه بيحصل عمليه الجاز اكستشارج. ايه اللي بيحصل؟ الهواء بيدخل كده والدم بيوصل كده، يحصل هنا عمليه ايه؟ جاز اكستشارج. مش ده برانش الكابيلاري جاي من البلمونري؟ مش البلمونري الدم اللي فيه وحش ولا ايه؟ هو دلوقتي الدم رجع لنا سيتان للرايت سايد، مشي في البلمونري ترانك للتو بلمونري ارتريز لغايه لما نلاقي برانشات هنا. اول مكان اول حاجه حصل جاز اكستشارج،
فاول مكان يتغذى بعد ما حصل جاز اكستشن هو الانترستيشن والالفيولاي. يعني مين اللي بيغذي الانترستيشن والالفيولاي؟ مش ده المكان اللي حصل فيه جاز اكستشن؟ يبقى هو اول مكان هياخد بلاس سبلاي. مين اول مكان ياخد؟ المنطق بيقول كده. ها هو اللي رايح يجيب الاكل اول واحد هياكل، فاهمني ولا لا؟ وهو رايح كل، يعني هو بيوصل، هو بيعمل جاز اكستشن، راح ايه؟ راح خد الغذاء بتاعه، مفهوم الحته دي ولا لا؟ راح الدم حلو للليفت سايد وطلع في الليفت فنتريكل الى الاورطة، وهو ماشي في الاورطة طلع براكشن الاورطة اسمه برونكيال. هذا البرونكيال راح مغذي البرونكاي والترمينال برونكيوز. اصبحت اللنج ليها دمين دبل بلاد سبلاي، دم عن طريق البالمونري ودم عن طريق ممكن ما حدش يكتب حاجه سيبني هفهمك وبعدين اديكوا لو عايزين. اصبحت اللنج ليها دبل بلاد سبلاي، الجزء الاول اللي هو الانترستيشن والالفيولاي بيتغذى عن طريق البالمونري سيركيليشن، الدم اللي مشي ودم حلو راح للليفت سايد راح في الاورطة طلع منه برانش اسمه برونكيال، وبعدين حصل انستيموزس ما بين البالمونري وما بين. طيب هو كان ده كلام حلو ولا وحش؟ رائع. اصبحت اللنج ليها ايه؟ دبل بلاد سبلاي. عشان كده علل يا دكتور، جيف ريزون. بالمونري امبوليزم از كومن بس بالمونري انفاركشن از رير. بالمونري امبوليزم بيحصل كتير، لكن عشان يحصل انفاركشن صعبه، لان ليها ايه يا اولاد؟ يبقى اي اورجان له دبل بلاد سبلاي من الصعب جدا انه يحصل فيه ايه؟ مع ان ايه عايز اقول لكم، احنا كل يوم ممكن يحصل بالمونري امبوليزم، ده كل شويه بيحصل بالمونري امبوليزم، لكن حوار ان يحصل انفاركشن ده يا اولاد سو ديفيكالت. مش كده وبس، ده قالوا لنا شرط اساسي ان شاء الله هتذاكروا درس اسمه بالمونري امبوليزم يعني قريب. ده بيدخل مع الكارديولوجي بيدخل مع الاتشست، ساعات يتشرح هنا ويتشرح هنا. يقول لك ايه؟ مفيش حد ابدا ابدا يا اولاد يحصل له بالمونري انفاركشن الا اذا كان هايبوتنسيف. يعني لازم لما حد يحصل له بالمونري انفاركشن يا اولاد يكون عنده هايبوتنشن. افهمني يا دكتور، بالمونري انفاركشن ايه اللي حصل؟ يعني برانش من اللي جاي البالمونري اتقفل اتقفل وكان ساعتها ضغطه واطي، فالدم اللي ماشي في البرونكيال اساسا قليل، عشان كده حصل له انفاركشن. يعني كان لو ما كانش عنده هايبوتنشن والدم اللي ماشي في البرونكيال كويس ما كانش حصل. فهمتوا حاجه ولا لا؟ يبقى اذا البالمونري، يعني ايه بالمونري امبوليزم؟ يعني انفكشن اوف انسولبل ماتيريال انسايد بالمونري سيركيوليشن. يعني ايه بالمونري انفاركشن؟ يعني الحته اللي بتتغذى بهذا المكان حصل فيها اسكيميك نكروز. ده مش بيحصل الا في النوادر، الا لو كان حد عنده. وصلت الفكره ولا لا؟ تتميز اللنج ان لها دبل بلاد سبلاي، الالفيولاي والانترستيشن بيتغذوا من البالمونري سيركيوليشن، بينما البرونكاي والبرونكيول بيتغذوا من برونكا طالب من البرونكيال، وفي بينهم ايه؟ انستيموز. عشان كده البالمونري امبوليز از كومن، لكن الانفاركشن از رير سيتويشن. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا اولاد بقى اللي عايز اقولها، النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها، على حسب البالمونري ارتريوز والبرونكيال ارتريوز بنقسم اللنج الى سيجمنتس. يعني ايه يا دكتور؟ يعني مثلا الحته اللي فوق دي كده اسمها ابيكال سيجمنت، جاي لها برانش من البالمونري وبرانش من البرونكيال. هذا البرانش بيغذي البرونكيولز والبتاع دوت البرونكيال، والبرانش بتاع البالمونري بيغذي الالفيولاي والانترستيشن وفي انستيموزس. ايه؟ انا قررت ان انا اعمل عمليه للعيان ده، فانا دخلت اشيل سيجمنت، فانا اوتوماتيك مع السيجمنت هشيل مين؟ الارتري ده، الارتري ده، الارتري ده، ما ينفعش اسيب حته من السيجمنت. يبقى لما اعمل عمليه سيجمنت بيك لازم اشيل ايه؟ على بعضها. طالما شلت البلاد سبلاي، طب لو انت سبت حته هتتغذى بايه؟ فهمتوا حاجه ولا لا؟ عمليات اللنج نوعين، يا بعمل سيجمنتكتوم يا بعمل لوبكتوم. سيجمنتكتوم بحترم مين؟ البلاد سبلاي. اما لوبكتوم بحترم مين؟ الفيشر. يعني انا بمشي كده بمشي على الفيشر، بمشي على الفيشر. فانا عملت عمليه اسمها ايه؟ لوبكتوم. ده لما يكون عندي ورم كبير، لما يكون عندي ابسس كبير، مصيبه كبيره، فبعمل عمليه اسمها لوبكتومي. اما لو كانت حاجه صغيره بتعمل عمليه اسمها سيجمنتكتومي. ان شاء الله في الكارديو ثراسك سيرجري يقعد يحفظك السيجمنت دي زي اسمك، فاهمني ولا لا؟ انا ما يهمنيش، انا يهمني حاجه واحده بس، تبقى عارف ان السيجمنت ماشيه مع ايه؟ ماشيه مع برانش، مع البلاد سبلاي بتاعنا. لو شلت البلاد سبلاي لابد ان انت تشيل السيجمنت كلها. دي الحته اللي انا عايزها في الصفحه الاولى، مش عايز حاجه ثانيه في الاناتوميكال انتروداكشن. ها اللي ملوش في المذاكره، سيرفس اناتومي والتراكيه، سيرفس اناتومي اوف لانج زيها البلورا وزود اثنين، وديك فيشر وترانزفيرس فيشر
وشكرا. الانترودكشن الثانية بكلمكم شوية عن الأمراض، لسه ما حدش ذاكر نظري قوي، فلازم ناخد فكرة عن الحالات اللي احنا هنتعامل معاها. أول مجموعة أمراض اسمها سابيراتيف لانج سندروم. By definition, group of diseases characterized by cough and expectoration. كل الشعب عنده cough واكسبكتوريشن، لا مش أي اكسبكتوري. ها big in amount, virulent, وليه postural variation وبريحة وحشة bad odor. واحد يا راجل عنده كحة وبلغم، بس مش أي بلغم. البلغم كميته كبيرة، كوباية فما فوق. محدش هيجي يكح ويجيب كوباية ويكح فيها، ولكن هي حاجة تقريبية. يعني يقول لك ايه ده بيكح ويجيب بلغم تقريبا كوبايه في اليوم، اكتر من كوبايه في اليوم، كوبايتين في اليوم، محدش بيكون كوبايه ويقعد يطلع فيها بلغم، ولكنها حاجه تعرف حاجه بقت حاجه عامه يعني كتقريبيه، انا تقريبا بجيب قد كذا في اليوم. كميه كبيره يعني كوبايه فما فوق. بيرلنت يعني لونها اصفر. مش ابيض، لو ابيض اسمه ميوكوي، لكن بيرلنت يعني فيه ها في صديد، في بلغم، ها في صديد يعني في بص، بيرلنت بص. ليه وضع معين يزيد لما ينام على جنب او لما يميل لقدام او يرجع لورا. وبريحه وحشه فيتد اودر او باد اودر. لو انطبقت هذه التعليمات في الاكسبكتورنت يبقى هذا الميل عنده سابيراتيف لانج سندروم. يبقى السابيراتيف لانج سندروم باي ديفينيشن جروب اوف ديزيزز كاركترايزد باي كاف اند اكسبكتوريشن اوف بيج اماونت بيرلنت ليه بوستر فاريشن وليه باد اودر. بص يا ولاد الممبرز بتوع يعني الحاجات اللي بتعمل سابيراتيف لانج سندروم هم اربع امراض. واحد لانج ابسس، واحد عنده فراغ في الرئه وليكن هنا مثلا هذا الفراغ يا ولاد الابسس ده فتح في برونكس كده اثناء الليل عمال يحوش بلغم، يصحى الصبح ينام على جنبه الشمال الابسس في اليمين، نام على جنبه الشمال الدلق يعني سهل عيان صدره مش قادر تعبان فراح نام على جنبه كده فبدا البلغم ايه يخرج طلع كميه بلغم ايه؟ كبيره. ها لونها اصفر ريحتها وحشه زادت على جنبه الشمال يبقى عنده ابسس في الناحيه والعكس لو زاد كمان على جنبه اليمين يبقى الابسس في الناحيه وهكذا. المرض الثاني اسمه برونكيكسس يعني فيرمن دايلاتيشن اند سابيريشن اوف ترمال برونكيوز. دي برونكيوز يعني فتحه اصلا في الاير واي بس عشان ده مرض انفكشوس اصلا دايما الاولاد السكريشن والانفكشن بيحصل في البيز اكتر. كافكت اوف جرافيتي هو اي استجريشن هيقعد فين؟ هيقعد تحت فدايما المرض يبقى فين؟ هنا. طب ولما يكون هنا اطلع البلغم ازاي؟ ها يبقى هيزيد اون ليننج فورورد يميل لقدام يبقى لو البلغم زاد اون ليننج فورورد يبقى الحاله فيها برونكيكسس لكن لو زاد على جنب يبقى الحاله فيها لانج ابسس ودول اشهر مرضين في المجموعه وعندنا اصلا درس كامل هناخده ان شاء الله اسمه لانج ابسس ودرس كامل هناخده اسمه برونكيكسس. دي امراض معانا وهناخدها كنظري وعملي في نفس الوقت. المرض الثالث انفكتد لانج سيست يعني زي ما يكون عندي كيس جوه الرئه ومليان صديد مليان بلغم ولو فتح في برونكس وعمل معامله اللانج ابسس يبقى انفكتد لانج سيست كانه ايه بالظبط. المرض الرابع امبايما وبرونكو بلورال فيستولا دي اولاد اللانج ابسس وفي برونكس فتحه حوالين اللنج في البلوره في فيسرا لير وفي برايتا لير. حينما تذكر كلمه البايما في الباثولوجي يعني باس انكلوز ساك. اي باس انكلوز ساك يبقى اسمه ايه؟ البايما. بس هل البايما لوحدها ينطبق عليها هذا الديفينيشن؟ لا ما هو البايما باس موجود هنا في كلوز ساك وخلاص. يا ولاد كلمه البايما باس انكلوز ساك. لما انا دكتور بطن اقول البايما يعني باس في البلوره. يبقى اللغه العامه كلغه باثولوجي لما اقول لك البايمه بص مقفول في حته وخلاص لكن انا خلاص هنتكلم بطنه بقى يبقى هو بص مين؟ طب الباص اللي في البروره ده هل ينطبق عليه سابيراتيف لانج سندروم؟ لا هو ايه اللي هيخلي الباص ده يخرج اصلا؟ هو هيبان في صوره البلغم مش هيبان الا لو حصل حاجه لو حصل برونكو بلورال فيستولا ايه رايك لو دي فتحت كده؟ فهيجي ينام على الجنب الشمال فتلاقي البلغم ده كله اتجمع خارج كده فهمتوني ولا لا؟ يبقى خرج بلغم كميه كبيره ريحه وحشه لون اصفر ليه وضع معين يبقى في هذه الحلقه انطبق علينا سابيراتيف لانج سندروم يبقى عايزين نلم الدنيا. يعني ايه سابيراتيف لانج سندروم؟ جروب اوف ديزيز كاركترايزد باي كاف اند اكسبكتوريشن اوف بيج اماونت بيرلنت اند بوستر فاريشن اند باد اودر يشمل مين؟ لانج ابس اند برونكيكتس انفكتد لانج سيست
امبايما والبرونكو بلورال فيستولا. بنشوف في الكلينيكال حاجتين لانج ابسس وهابرونكتكس، وهنقولهم نظري وعملي ونقول كل حاجه ريليتد بيهم ان شاء الله، بس دي جاست انتدكشن تبقى فاهمهم. نزل مره سؤال قصر عيني باربع درجات. Define subject of lung syndrome and the mentioned members of this syndrome. يعني قول لي يعني ايه subject of lung syndrome وقول لي مين هم، بس كده. يعني اللي موجود قدامك ده. نزل سؤال كتير في الظاهرة الدولية. Discuss subject of lung syndrome. عيش معايا بقى. 10 صفحات في اقل كتاب. وكان سؤال من 8 اسئلة. مش بس هتقول لي الامتحان كله سؤالين، لا. كانوا 8 اسئلة. البنات اللي في الظاهرة الدولية نصيحة غالية، أنا خايف عليكم. لا لا لا، أول حاجة بس ممكن أتكلم أشعل عليك، أشعل عليك، أشعل عليك. إخواننا أخواتنا في الظاهرة الدولية، أوصيكم بالسرعة، سرعوا رتم حياتكم واسمعوا مني الكلام ده. أنتوا بطاء وامتحانكم بحرب سرعة، أقسم بالله حرب سرعة. شد، بصوا قمة الندم يا ولاد، وأنا بقول لكم أنا عارف أنا بقول إيه. ان انا بعرف المعلومه ومش عارفه كده، عارف لو مش عارفها خلاص اعمل ايه؟ بتحل. ها بتحس ان وقت الامتحان ايه؟ طويل. هو الامتحان بيجي مباشر كده كده. ها هارت فيلير سادر في اللانج سندروم، انا بسميه اكتب ما تعرفه عن البطن، فاهمني ولا لا؟ بس محتاج ايه؟ امتحان الازهر ولاد وامتحان القصر بيبقى مدروس. هو ايه؟ انت عارف هي لعبه. منشن كذا، كلاسيفاي كذا، ان النيوريك كذا، يبقى 20 نقطه بس كل حاجه ايه؟ في ساعات الاجابه بقت تبقى اربع سطور اربع كلمات، ما تقول يا بختهم، ما هو لو مش عارف الاربع كلمات ما خدش الدرجه. فاهمين حاجه ولا يعني كل حاجه ايه؟ لا ما برضه ما نقعدش نتريق على بعض، لا انا ما بقولش حاجه، هي هي مدارك. وبعدين اصل الظاهريه الدوليه دي كلها ستات، فايه حكم الست؟ هم عايشين الامتحان يا ولاد على قديمه قوي، على قديمه قوي والله، على قديمه قوي. ما حدش يعمل كده اصلا، ما فيش حاجه اسمها كده، الدنيا كلها اتطورت. الامتحان بيعتمد ان هو ايه؟ انت عارف نقاط صغيره واكتب، يعني انا بحدد منشن انيوريت كلاسيفاي كلاسيفاي انفستيجيت، يعني بحدد لك ايه؟ حاجه معينه تقولها. لكن والله والله عم اقسم بلا سؤال، بص ديسكاس سابيرت اوف لانجس صدمه. هو على فكره مش صعب، هو مش صعب بس ايه؟ خلاص يبقى كلمه حرب بسرعه. ها يبقى انا لازم الريتم بتاعي ده ايه؟ بس هي كده، وما ينفعش نقعد بقى ما انا هعرف اقعد فيها ساعه، وانا الامتحان كله اصلا ثلاث ساعات، واحتمال الوقت اللي جاي ده يبقى امتحان ساعه ونص، ما هو دلوقتي بيدرسوا ان هم يخلوا الامتحانات تبقى ايه؟ يبقى الوقت عشان ما تقعدش كتير. فانا هتعملوا ايه؟ فامشي نجز يعني سرع سرع، نخلي ريتم حياتك سريع شويه. ريتم حياتي هيبقى سريع في كل حاجه، فلما اجي اكتب اكتب بسرعه، ما اقعدش في سؤال على حساب سؤال، عارف الكلام سابق لاوانه بس اتعودوا من دلوقتي. طيب الكلمه الثانيه انا بتكلم في الانترودكشن في الامراض اللي معانا. انا اوبستراكتيف اير واي ديزيز. كلمه اوبستراكتيف اير واي ديزيز الامراض اللي فيها نارونج في الاير واي. اوبستراكتيف اير واي ديزيز. هذا الاوبستراكشن قد يكون ريفرسبل وقد يكون ريفرسبل. ريفرسبل يعني برونكال ازمه. الريفرسبل يعني سيكوبيدي. ده الاير واي بتاعنا مثلا عنده برونكال ازمه، شم تراب دخان كل حاجه لبس حاجه بقى كده. خد برونكو دايركت راح حتى من غير ما ياكل رجع كده. اثناء لما كان الاير واي ضيق جاله ديسنيا، جاله ويزز، جاله خاف، جاله حاجه، بدا يشتكي من اعراض. خد برونكو دايركت رجع طبيعي. حتى على فكره لو واحد عنده اولاد برونكال ازمه وما خدش برونكو دايركت وسبتوه شويه هيرجع طبيعي. هيرجع طبيعي ازاي؟ باي اندوجينس هرمونز. يعني بص هو دلوقتي ايه؟ عنده سيفير سبازم وعمال يكح مش قادر ياخد نفسه وانا ما ادلوش اي حاجه. ده ستريس هنشغل السمباثيتك يعني كاتيكولامين اللي هو اقوى برونكو دايركتور، فمع الوقت يبدا ايه؟ يفتح. الشاهد يا ولاد ان المرض ده ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ يعني هو هيحصل له سبازم ويفك، سبازم ويفك، دي برونكال ازمه. السي او دي بقى مصيبه الصوله ايه بقى؟ ها كورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. الاير واي بقى كده وبقى حوالين البرونكاي ولا في بيري برونكيال فايبروزس. بيري حول برونكيال برونكاي فايبروزس. هل في حاجه هتفك هذا الفايبروزس؟ مستحيل. عشان كده اصبح كرونيك كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. الترجمه بالعربي حلوه قوي. السده الرئويه المزمنه. ها السده الرئويه المزمنه، سده يعني في اوبستراكشن. بقى عندي اوبستراكشن الاير واي وبقى مزمن.
عشان كده هيجي لك واحد في الاستقبال صدره بيزيد، فتقول له عرفتك انت برونكال ازمه، مش عارف تتخرجوا مع انكم هتشوفوا سي او دي كتير جدا، تتخرجوا تفتكروا البرونكال ازمه. فيجي لك في الاستقبال وانت لسه اول يوم طوارئ ميزه كده لسه جديد يعني، وماشي في الاستقبال فسمعت صدره صدرك بيزيد، تروح معلق له ايه؟ تحط له نيبولايزر وتحط عليه فاركولين برونكو دايريتور يعني، تدي له انفضه ماينو فيرم تقول له على جنب شويه ربع ساعه تيجي تسمعه ثاني تلاقي صدره بيزيد زي ما هو. تقول له دي كمان جلسه، تقول له خلاص انت انا بقيت كويس انا عايز اشكر لك تمشي لازم نوقف معاك. وتروح مع اصحابك شويه ترجع تطمن على الزبون بتاعك تلاقي صدره بيزيد يقول لك والله يا دكتور انا يا دكتور انا مش عايز اكتر من كده ها؟ ويتوسل اليك عشان تقول له ابدا مش هسيبك الا لما تزيد، يقول لك مش هروح. نايس يقول لك انا مش برونكو الازمه انا ايه؟ يا ولاد هو انا السي او دي والله لو اديته البرونكو دايركتور اللي في مصر كلها ها مش هيفك لانه خلاص بقى فيه يعني اصبح عنده بير لازم اميز العين بتاعي برونكو الازمه ولا. وعلى فكره انا بقول لك يا دكتور ارحمني خلاص هو فعلا معاها ارحمه. هو رجع للنورمال بتاعه مش النورمال بتاعك. هو ايه النورمال بتاعه؟ هو الايرور بتاعه كده اصلا. هو ضيق شويه وبعدين رجع للطبيعي ده فهمتوني ولا لا؟ هو مش بيحلم باكتر من كده. كورونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز سي او بي دي يا اولاد ده هو اشهر مرض في الكلينيكال على الاطلاق. مش اشهر مرض في التشيست. هو اشهر مرض في الكلينيكال كله. انا لما باجي اراجع اي حاجه لازم تلاقيني جايب حاله سي او بي دي. انا واحد من الناس والله العظيم ما بشتغل واقسم بالله بتكلم صدق. وانا في سنه خمسه كان عندنا امتحان راوند بطن اي كلام كده كنا بناخد مش عارف 40 يوم بطن وبعدين امتحان في الاخر الامتحان ده امتحان بتاع حاله سي او بي دي. جيت في الميد راوند والاند راوند في سنه سته امتحان سي او بي دي. في الفاينل اقسم بالله في سنه سته امتحان سي او بي دي. ماجستير زماله دكتوراه سي او بي دي. عربي جي سي او بي دي. من كتر ما امتحنت عليها خلاص بجد والله على فكره بقول كده لزمايلي اللي هم امتحنوا زي كده كتير يعني يقولوا واحنا كمان واحنا كمان يقول لك واحنا كمان وانتوا يا ولاد اصلا على فكره وانتوا هو انا بجيب حاجه غريبه هو انت كل ما يزنوا في الراوند مش لاقيين حلقات يجيبوا ايه؟ او ربنا ما بيحصلش طب لما قواعد انا حالات عشان تشوفوها اقول له هات لي حالتين سي او دي ما بحددش بالاسم لكن بقول له هات لي يا عم فلان بتاع اللانج ابسس هات لي يا عم فلان بتاع البرونكيتس هات لي فلان بتاع الاي بي اف فاهمني ولا لا؟ لكن ايه هات لي ايه؟ عادي على القهوه هات لي حالتين عندهم سي او بي حتى اللي ما عندوش حاجه بيدخل يمثل ان هو عنده سي او بي عشان يدخل الامتحان وياخد فلوس فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني اكتر حاله اي حد بيشرب سجاير بس عنده سي او بي ومش بتخف ودي اكتر حاله في الكلينيكال كله مرات يا ولاد هو يعني نصيبي كده ان انا جت فتره في حياتي اشتغلت مع طلبه فشله كتير فكان بيجي فوق امتى؟ ليله الامتحان. ولا يا دكتور علام هو عارف ان انا موقف انا موقف واخد بالك؟ بجد والله انا موقف جدا. انا عارف نفسي انا بخلص معروفه جدا. بص يا دكتور اقول لك حاجه يقول لي انا عندي امتحان بكره اقول له ولا يهمك احنا في اربع ساعات هنلم الدنيا كلها. اروح شرايح له سي او دي محفظات وهيباتوس بيروميديا ودبل مايترال وانتوا فاهمين دي. ضغطت الشغلانه ولا لسه؟ دبل مايترال وانتوا فاهمين دي واخد بالك؟ وكابسولار هيموجليشن. يدخل في الامتحان والله يجيب 70% مستريح فاهمني ولا لا؟ ودكتور انت غالبا هتمتحن على دول وممكن ايه تبقى كل حالاتك دول طبعا الفقري منكم بقى يدخل لي على ايه؟ على مالتو والميلوما واصلا مش كويس ده حد ايه؟ لا انا ماليش دعوه بيه ده ايه ده حد ايه؟ على فكره لا ان شاء الله لا ليه؟ ان شاء الله لا ما تقولش كده يعني ها ان شاء الله ما يكونش كده في ناس فقر بس انا القصد ايه؟ القصد ايه؟ ها ان الاساس ان هو ما بيخرجش من الحالات دي الشاب اللي عايز اقول اشهر حاله في الكلينيكال حاله دي. طب انا لما قلت كده انتوا فهمتوا ايه؟ يعني هاجي في يوم نظري اشرح لك سي او بي يقول لك كتاب النظري زي العملي. كل كبيره وصغيره في حاله السي او بي لازم تكون عارفها، وعلى فكره اقول لكم حاجه سهله. سهله هي اسهلهم اصلا. يعني اسهل حاله تدخل عليها حاله السي او بي دي وهي اكثر حاله متوفره، انت عايز ايه تاني يعني؟ يبقى انت تبقى عارف تفاصيلها كلها من النظري ومن العملي وتقعد تقرا مقالات عن السي او بي دي كمان، اسمعني الحته دي ولا لا؟ يعني ايه سي او بي دي مؤقتا لغايه لما ناخدها؟ كو اكزيستنج اوف تو ديزيزز، كورونيك برونكايتس مع انفيزيما. انفيزيما يعني دايريتد الفيولاي. كورونيك برونكايتس ليها ديفينيشن محترم، حفظ برودكتيف كاف افري داي اور ان ذا موست اوف دايز for three successive months and two successive years. بص ما حدش يقول لك يعني ايه كرونيك برونكايتس؟ تقول له يعني التهاب مزمن في الشعر الهوائيه. دكتور دكاتره هو عايز يسمع ديفينيشن والديفينيشن ده متفق عليه ده مش تاليفي والله ده مش طب بتاعي مش بتاعنا. يعني ايه كلمه كرونيك برونكايتس؟ برودكتيف كاف يعني ايه برودكتيف كاف؟ كحه بلغم بس خد بالك انا ما اتكلمتش عن البلغم
يبقى هو small in amount. أميوكويد الأبيض العادي odorless ملوش ريحة وملوش وضع غير مين؟ غير مين؟ السابرة الغنج سندروم. فهمتوني ولا لا؟ هاي دكاترة ركزوا معايا. يبقى productive cough كل يوم أو معظم الأيام، يعني كل يوم عمال يكح أو معظم الأيام عمال يكح بقاله قد إيه؟ بقاله 3 شهور ها متتالية، في سنتين متتاليتين. يعني يقول لك أنا بيجي عليا شهر واحد واثنين وده يبقى عندي كحة كل يوم يا دكتور وأجيب شوية بلغم لونهم أبيض والكلام ده معايا بقاله سنتين. ده أنا بقول لك ده أقل حاجة 3 شهور في سنتين. أنا أعرف ناس وأنت هتشوفوا ناس أصلاً بيقول لك ده كل يوم، ده طول السنة وبقالي 15 سنة. فهمتوني؟ ده هو أقل حاجة إيه يا ولاد؟ 3 شهور لمدة. لكن لو أكتر من كده مفيش مشكلة، لو أكتر من كده قشطة شغالة. فاهمني ولا لأ؟ طيب اللي عنده كرونيك برونكايتس لما يحصل له انفيزيما يبقى اكتملت الاركان، يبقى انا معايا حاله ايه؟ يبقى انا الهدف بتاعي من الهيستوري والاكزامينشن اثبت ان هو عنده كرونيك برونكايتس وان عنده انفيزيما. لما اجي افحصه اثبت ان عنده كرونيك برونكايتس واثبت ان هو عنده انفيزيما يبقى انا شخصت حاله سي او بي دي. في بقى كلمه تنرفز ازماتيك برونكايتس. مين اتنرفز؟ عادي ولا اي حاجه. ازماتيك برونكايتس ايه اللي منرفزني؟ دكتور هي كرونيك برونكايتس ولا برونكيال ازمه؟ هي الاثنين. هو حد عنده كرونيك برونكايتس عاديه لكن معها سيزونال فاريشن او ايزينوفيليا او بتستجيب شويه للبرونكودايليتور. اترجم، هو كرونيك برونكايتس عاديه كحه وبلغم كل يوم معظم الايام 3 شهور بسنتين متتاليتين على الاقل، وفي نفس ذات الوقت ده في نفس الوقت ده يا اولاد ها المريض بتزيد الاعراض عنده في الربيع. هو مين اللي بيزيد في الربيع؟ يبقى هي قلبت على ازمه تسميها ازماتيك برونكايتس. او يا ولاد بص يا دكتور تلاقي معاه ايزينوفيليا. ايزينوفيليا دي كرات الدم البيضاء اللي بتزيد مع الالرجي، والبرونكيال ازمه فيها شويه الرجي فتلاقي معاها ايزينوفيليا في الدم او حتى طالعه مع السبيوتر في ايزينوفيليا. مين اللي بيستجيب للبرونكودايليتور؟ هي بتدي شويه استجابه بيقول لك هي كرونيك برونكايتس بس قلبه شويه عليه، قلبه شويه على الازمه. فلما حبوا يحطوا لها ترم حطوا لها ترم اسمه. بس على فكره ما تتضايقوش، يعني كلمة ازماتيك برونكايتس تعامل معاملة السي او بي دي ككلينيكال فيتشر وكانفستيجيشن وكتريتمنت. هي تعامل معاملة مين؟ هي كأنها حالة سي او بي دي بالملي. يبقى تاني حالة معانا سي او بي دي وازماتيك برونكايتس. في حالات ان شاء الله نشوفها، حالات فايبروزس، وعندنا يوم كده اسمه فايبروزس هنشرحها فيه تفصيلا. دايما يشتكوا من هيسنيا، ممكن يبقى عنده هيستري اوف تي بي او ما عندهوش مش فارقة. هقف وقفه تقريبا 12 دقيقه 14 دقيقه، هتكلم على حاجه اسمها كور بالمونال. ترم مهم 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 مهم، واكتر كلمه هنقعد نقولها طول ما احنا بنذاكر في التشيست هي كلمه كور بالمونال. ديفينيشن رايت فنتريكولار هايبرتي اند اور فيلير سكندري تو تشيست ديزيز اون توب اوف هيلثي ليفت سايد. لما اقول لحضراتكم رايت فنتريكولار هايبرتروفي اند اور فيلير الكلام ده فيه كام احتمال؟ كام احتمال؟ ثلاثة. ما هو اصل الاحتمالات ايه؟ رايت فنتريكولار هايبرتروفي او اند اور ها فيلير او الاثنين مع بعض، صح ولا لا؟ غير ما اقول ايه يا اولاد؟ رايت فنتريكولار هايبرتروفي ويل اور ويزاوت فيلير موضوع احتمالية اثنين. كان في الماضي يعني وانا طالب كده قدكم كانوا يقولوا ايه؟ رايت فنتريكولار هايبرتروفي ها ويل اور ويزاوت فيلير، ما كانوش بيتكلموا على رايت فنتريكولار فيلير لوحده. طب انا عندي ثلاث احتمالات، ليه عملوا هذه الثلاث احتمالات؟ هنجيبها واحده واحده. واحد عنده سي او بي دي مثلا، ده المرض المشهور معانا. الاير واي ضيق، مش عارف يدخل اوكسجين، اصبح جسمه فيه هايبوكس. الهايبوكس على مستوى اللنج بتعمل بازو كونستريكشن. مرض السي او بي دي مرض اكيوت ولا كرونيك؟ يعني يقعد كتير؟ هيقعد كتير. فالهايبوكسي هتطول كملوا الهايبوكسي، انتوا عارفينها اصلا الهايبوكسي طولت. طب والبازو كونستريكشن لما طول بالمونري هايبر وده يعمل ايه على رايت فنتريكولار؟ يعمل تنشن وبالوز يحصل رايت فنتريكولار هايبرتروفي، مش كده؟ جالي العيان في مرحله الرايت فنتريكولار هايبرتروفي بس شخصها عن طريق اي سي جي او عن طريق ايكو لا يشخص كور بالمونري. فاهم حاجه يا دكتور؟ يعني لو انا عملت لواحد اي سي جي مريض تشيست عملت له اي سي جي لقيت الرايت فنتريكولار بتاعه كبير خلاص الحاله ايه؟ يقول لي ده لسه ما فيرش مش مهم يا دكتور ما جالوش قديمه ولا اسايسوت مش مهم يا دكتور هو وانس ان هو حصل له رايت فنتريكولار هايبرتروفي يبقى الحاله فيها طيب مع الوقت
مش الهايبريتور ده كان ديفنسيف ده كان مصادر ميكانيزم شويه وهيؤدي الى فيلير يحصل له بقى ايديما واسايتس ولا عنده كونجستيف فيلير خلاص يا دكتور اذا كان ده لوحده كوربرا من فما بالك لو حصل معاه فيلير يبقى حاجه السؤال لحضرتك هل من الممكن ان هو يحصل رايت فنتريكولار فيلير دون المرور على محطه الهدف تقول يا دكتور ما هو اكيد طالما قلتها هيحصل يعني ما هو داخله في الدفع. اكيد هيحصل وده بيحصل مع الاكيوت سيتويشن شكرا اللي قال لي اكيوت صح تقول لي ازاي يعني هقول لك تو اكزامبلز يريحوك احنا خارجين من باب السنتر كده لقينا راجل مرمي كده في الشارع وفي سكينه في صدره قلنا له مالك يا عم ايه اللي حصل لك مراتي منها ضربتني بالسكينه دكاتره تشيل السكينه ولا تسيبها؟ تسيبها عشان البصمه صح؟ تسيبها انا راجل صعب عليا جدا رحت شايل السكينه انا شلت السكينه من هنا راح والهواء داخل في البلوره من هنا البلوره اتملت هواء راحت قافله اللنج اليمين واتملت هواء زقت القلب على اللنج الشمال قفلت اللنج الشمال اصبحوا فول لنجز ايه؟ ده اسمه تنشن يوم سولار لما اتقفلوا الاثنين اخبار البريشر فيهم ايه؟ يبقى البرمونري بريشر عامل ايه؟ ايه اللي حصل في الرايت فنتر؟ كان في ربع ساعه كان مفاجئ. قال حصل هايبرتروفي. يبقى اذا حصل اكيوت رايت فنتريكولار فيلير دون المرور على مرحله ده اكزامبل، اكزامبل تاني. حد عنده ماسيف كلكم عارفين ماسيف بالمونري امبولنس. كان عنده دي في تي وطارت منها حته كبيره هوبا جت رشقت اتقفلت مساحه كبيره من البالمونري بلاد ايه اللي حصل في البالمونري بريشر؟ عالي قوي لما عالي قوي راح عامل اكيوت رايت فنتريكولار فيلير هل كبر؟ لا هو فاير من غير ما يكبر يبقى اسمها اكيوت رايت فنتريكولار فيلير يعني اكيوت كوربا المونال عشان كده يا ولاد ايه؟ الكوربا المونال ده يا اما ياخد وقت كتير على ما يحصل سي او بي دي لونج فايبروزس فيلهاريزيزس فاسكيو امراض مزمنه بقى في الرئه كل الامراض المزمنه في الرئه تعمل كورونيك كوربا المونال براحتنا ياخد 15 20 سنه او يجيلي فجاه اس فجاه ربع ساعه ثلث ساعه نص ساعه دخلنا في اكيوت هارت فيلير يبقى اسمه اكيوت كوربا المونال وبعدين جم لقوا فيه كوربا المونال بيخلص او بيحصل خلال شهر شهر ونص شهرين طب ده اكيوت لا مش ده الاكيوت اللي احنا عارفينه طب ده الكورونيك بتاع الامراض المزمنه لا مش ده الكورونيك فاصبح راشي كده في النص انا عندي اكيوت وعندي كرونيك وحاجه بينهما شهر شهرين فقالوا عليها ترم اسمه ايه يا اولاد؟ صف اكيوت كوربالمونال يبقى according to onset of كوربالمونال maybe اكيوت maybe صف اكيوت maybe كرونيك خلصنا من الكرونيك اي كرونيك ديزيز اي كرونيك تشيست او اي كرونيك تشيست ديزيز اي كرونيك تشيست ديزيز او حتى في البلاد فيزلز مثلا فاسكيولايتس ولا حاجه طب قول لي اكيوت هم سببين اكيوت مشهورين تنشن نيوموثوركس الراجل ها او الماسيف بالمونري امبوليز فاضل لي كلمتين ايه بقى ايه حوار الصاب اكيوت ده؟ ما رايكم بس ردوا عليا وتناقش كده ومهمك معايا. واحد عنده ريكارنت بالمونري امبوليز تقول لي يعني ايه؟ يعني قالي البالمونري ترانك يا باشا ها وقالي البالمونري ارتريز وقالي البرانشات بتاعتها اهي 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 هو عنده ريكارنت قفلت هنا وبعدين قفلت هنا وبعدين قفلت هنا وقفلت هنا ايه اللي بيحصل في البرانشات؟ في يوم واحد ولا في ايام؟ على ما رفع البريشر وعمل هارت فيل خد ايه؟ ايام خد شهر الشهر ده اسمه ايه؟ صب اكيوت يبقى اسمها ريكارنت بالمونري امبوليز او يا ولاد كلمه بس افهموها بعدين لما اجيبكم اللي انتوا عايزينه اسمها ليمفانجايتس كارسينوماتوزس ها ايه الكلمه العبقريه دي؟ ليمفانجايتس كارسينوماتوزس دي اللنج اليمين ودي اللنج الشمال واحد عنده هنا برونكوجينيك كارسينوما مش وارد انها تبعت المجسمه دي يا ولاد مش اي تيومر في اي مكان في الجسم بيبعت البريز لينفو مثلا يعني ست عندها كانسر بريز تلاقي الاجزيلا لينف نود ايه؟ يعني فحص البريز لازم تفحص مين؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الفكره كل حاجه بتفحص اللينف نود بتاعتها نفس الفكره هي اللنج تبعت لمين؟ وارد ولا مش وارد؟ طب يا اللي فاتك دي ماشيه فين؟ ماشيه مع البلاد فيزلز في الانترستيشن مش احنا من شويه عملنا المنظر ده وقلنا حوالين الالفيولاي كده هنا في انترستيشن يا ها ده ماشي فيه الليمفاتكس عشان تصب في الاخر في الليمف نود دي وده الطبيعي بص بقى بعد ما راحت من هنا لهنا راحت هنا اللي هي في النص دي بعت ريترو جريد ليمفاتيك سبريد ريترو جريد يعني عكس الايه؟ عكس مسار الليمفاتكس على الناحيتين كده 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 ايه اللي حصل؟ راحت بعد هنا 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 هنا
قفل 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 البلاد فيزلز، هيبعتلك ميتاستاسيس يعني مالجنال سيلز راحت عامله فايبروز هنا 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 هنا. لما قفلت البلاد فيزلز هنا وهنا 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 اكبر البالون البشري. اتفهمت ولا لا؟ الكلمه دي اسمها ايه يا ولاد؟ ليمفانجايتس كارسينوما. شايفها في الكتاب ولا لا؟ اكتب جنبها سطر عشان ما تنساش. اكتب جنبها ايه بقى؟ ريتروجريد يعني عكس الاتجاه. ليمفاتيك سبريد اوف برونكوجينيك كارسينوما. ريتروجريد ليمفاتيك سبريد اوف برونكوجينيك كارسينوما. طب الموضوع بياخد له حته قد ايه؟ شهر شهرين على ما يعمل كور بالمونال، فاطلق عليها كلمه سب اكيوت. دكاتره انا قلقان من الحته دي، ممكن اقولها تاني؟ لما اقول كلمه كور بالمونال رايت فنتريكل هايبرتروفي اند اور فيلر. طيب ده ليه كام احتمال؟ ثلاثه. يا حصل بس او فيلر بس، يا الاثنين مع بعض. هايبرتروفي الواحد اوكي في الاول وفيلر معاه خلاص، ده اللي هو السيكول الطبيعي. لكن الغريبه ان يحصل ايه؟ فيلر مباشره. ده بيحصل فيه الاكيوت سيتويشنز. واشر تو اكزامبلز تنشن نيموثوركس وماسد بالمونري امبوليزم. طب امال لو حصل كورونا عادي؟ ده المنطقي ان هو بياخد وقته، ودي الامراض المزمنه كلها برونكي اكسس بقى، واحد عنده كرونيك لانج ابسس فايبروزس سي او بي دي فاسكيولايتس بالهاريزيانس الحاجات المزمنه كلها. يبقى عندي حاجه في النص اسمها ايه؟ خد شهر شهرين، لا انا عارف اقول عليه اكيوت ولا انا عارف اقول عليه كرونيك، فسميه سب اكيوت. يحصل مع مرضين لو عندي ريكارنت بالمونري امبوليزم او لو كان عندي ليمفانجايتس كارسينوما. بص يا رب يكون الكلام واضح، يا رب يكون الكلام واضح. سهله ولا ايه يا ولاد؟ سهله؟ بس انا سالت يا دكتور بطني. انت معانا؟ انا بطني. ماشي. اي بي اف انترستيشن بالمونري فايبروز. سهله. فايبروز قبل ما تيجي في الحته اللي فيها البلاد فيزلز، فلما تقفلها تعمل بريشر هيعلى. بص الحته دي يا دكتور. بص الحته دي كمان. رايت فنتريكولار هايبرتروفي اند اور فيلير سكندري تو تشيست ديزيز. لا تقل سكندري تو لانج ديزيز، ولكن قل سكندري تو ها؟ لا قلت الشيست. تشيست. تشيست. لم تقل شيست ولكن تشيست. اصل انت بتقول ايه؟ تشيلسي ولا تشيلسي؟ تشيلسي ما تقولوش اصلا، اسمها تشيلسي. ها؟ فسكندري تو ايه؟ تشيست ديزيز. ما حدش يقول تشيست، تشيست دي غلط. فسكندري تو تشيست ديزيز. ولا تقل سكندري تو لانج ديزيز. لو انت قلت سكندري تو لانج ديزيز انت زنقت نفسك في حته صغيره. امراض الرئه بس يا ولاد، امراض الرئه سي او بي دي فايبروس الكلام ده. بس في حاجه دلوقتي لما قلت لكم الاكزامبل بتاع الجلورال انفيوجن سوري بتاع النيوموثوركس، هو ده مرض في اللانج؟ ده مرض في الايه؟ هل امراض الجلوره تعمل كوربر؟ طبعا. يبقى سكندري تو تشيست ديزيز. بلاش دي. عارفين لو حد عمل حادثه واتخبط في صدره هنا وحصل فراكشر للريس، دي ممكن تعمل هارت، تعمل ريسبيراتوري فيلر وتعمل كوربر مونيك. هل هو اصلا يا ولاد عنده مرض في اللانج ذات نفسها؟ لا، اللي هو عنده مرض في الاتشيست. بلاش دي. ان شاء الله في يوم من الايام كده هوريكم حاله صعبه قوي اسمها سكليرودرما، اللي اشتغلوا الماتولوجي شافها. سكليرودرما دي يا ولاد ده ممكن في سيفير فورم منها، هو الجلد بتاعها ضيق عليها، كل الجلد بقى ضيق، فالجلد بتاع الاتشيست ده يبقى ضيق. كان يا دكتور ايه؟ الجلد ده مشدود، عامله ريستريكتيف هايبوفنتريشن، كاني ماسكه ومكتفك كده ليل ونهار. ها صيف وشتا، مش شويه وبسيبك على طول. يبقى انت لما تيجي تاخد نفس اخبارك ايه؟ مفيش عندي ريستريكتيف هايبوفنتريشن، هايبوكسيا وكورب المونيه. هل انا عندي مرض في اللنج جوه؟ لا، ده المرض في الايه اصلا؟ في السكيلز. بلاش دي. على اخر المحاضره الثانيه هقول لكم ايه لو عندنا حد اوبيز قوي. اوبيز قوي. وعنده ابدومينال فات كتيره وضغط على الدافرام وعنده هنا فات كتير ضغط على عضلات التنفس، اصلا عضلات التنفس بقت انفلتريتد بفات مش عارفه تشتغل اصلا. الراجل الاوبيز قوي ده يا ولاد ها يحصل له ريستريكتيف هايبوفنتليشن، ريستريكتيف هايبوفنتليشن وكوربال مونال. فهمتوني ولا لا؟ هل عنده مرض في اللنج؟ لا، ده هو مشكلته في الدهون الكتير. فلا تقل سكندري تو لانج ولكن قل. يبقى كلمه التشيست تشمل ايه بقى؟ التشيست وما حواه، كل التشيست، كل ما يشمله. كلمه التشيست اللي هي الكلمه الكبيره، الكلمه الكبيره كل حاجه تشيست، لكن ما تقولش سكندري تو لانج. اتفهمت؟ اون توب اوف هيلثي ليفت سايد، الا تذكرون انه ذا كومنست كوز اوف رايت سايد هارت فيلير از ذس؟ دلوقتي انا لو جالي واحد كان عنده من سنتين ليفت سايد هارت فيلير وجالي النهارده وهو عنده رايت سايد، ايه التفكير المنطقي؟ ان الليفت سايد هو اللي عمل ايه؟ خلاص، يبقى انا بعمل اكسكلوجن للليفت سايد.
ايه رايك لو حد عنده ميترال ستنوزس وجاي النهارده وعنده رئيس هدر فيلير؟ خلاص يبقى الميترال ستنوزس هو اللي ايه؟ ما هو اي حاجه تعمل بالمونري كونجشن، بالمونري باز كونستريكشن، هايبر تنشن، انتوا اساسا في اللعبه دي بقى خلاص بقت لعبتنا ولا ايه؟ ها فبالتالي يا ولاد اللي انا عايز اقوله لازم اعمل اكسكلوجن لمين؟ للليفت سايد قبل ما اشخص ان في حاجه اسمها كور بالمونري. يا رب يكون الكلام واضح. واضحه؟ واضحه فيها مشكله كده؟ دكاتره عايز ديفينيشن كامل للكور بالمونري. Right, regular IVIC and core failure. Secondary to chest disease on top of healthy left side هكذا يكون الكلام. وبطلوا رخامة. أدخل الراوند الدكتورة ولا الدكتور يقول right ventricular IVIC with the work or without failure نفض وطول. ما ترخمش. ما تفرقش الدكتورة دكتور الديفينيشن ما أنت لا تقول خالص. أنت مالك أصلا ما تسكت. عشان عرفت معلومة تتنضف فيها تخلص. بتعملوا مشاكل لنفسكم اسكت وخلاص. طولتها وخلاص. لما يجي يسالك في المورد هيقول لك يعني ايه كور بالمونري؟ تقول له رايت فنتريكولار هايبرتروفي اند اور، يقول لك ايه اند اور دي اسمها ويبر ولا؟ تقول له لا يبقى. تقول له لا يبقى. انا قلت اند اور عشان قلنا في الراوند ان في حاجه اسمها اكيوت. لو قلت ويب اور وداوت يبقى الهايبرتروفي شرط اساسي، وده بيحصل مع الكورونيك. لكن الاكيوت اتكلم واتناقش مش تسكت ساعتها. انا بسكت في الراوند لكن في الامتحان دي عليها درجه، يبقى انا لازم ايه؟ أدافع عن رأيي وتحمي الآخرين بقى، وأنت لو ما تصلحها له مرة مش هيتكلم على اللي بعدين، فاهمني ولا لأ؟ ها وعلى فكرة يا ولاد كان زمان وأنا طالب زيكم والله اتقالت لي كده. رايت فنتريكولار هايبرتروفي ويز أور وداوت فيلير، وكانت في التكست كده. الكلام اتغير أصبحت إيه؟ عشان دخلوا معاها حاجة اسمها أكيو. طيب اللي عنده كوربر مونيلا لو دخل في هارت فيلير مش هيبقى عنده إيديما وأسايتس ونلارج تندر ليفر ورايت هيبوكوندريا فين وديسبيبسيا وجوندس وكونجيزيف نيجمنت؟ عايزين نتفق على حاجة. كل ما تتزنق في حاجه في التشست والكور بالمونري، كل ما تتزنق في كلمه على ما تفكر في الاخرين، يقول لك ايه الكومبليكيشنز اللي تحصل للعيان ده؟ على ما تفكر تقول له ايه؟ يقول لك ايه اللي يعمل لور ليمب ايديما في مريض التشست؟ ايه اللي يعمل اللارج تندر ليمب في مريض التشست؟ ايه اللي يعمل اسايس في مريض التشست؟ ايه اللي يعمل كونتست لينك؟ ايه اللي يعمل جونس مريض التشست؟ فاهمني ولا لا؟ كل ما تتزنق في سؤال تقول كلمه على ما تفكر في اشياء وخفرة تكون قلت كور بالمونري. هي قدامكم مكتوبه بكام سطر بس دي صفحه في الكتاب النظري، ذاكرها من هنا للاثنين وخلص نفسك بالكور بالمونري ديفينيشن واسباب تبعت نوع العلاج وعلاج السبب. العلاج هو علاج السبب الاساسي اللي قبل ما يحصل كور بالمونري. اما الكور بالمونري لوحده فهو رايت سايد هارت فيلير، يعني هتعالجه كانه حاله رايت سايد هارت فيلير عاديه. ده كده بالنسبه للانترودكشن الثاني. عندي شويه كلام كلاسيكال عايز اخلصه ببساطه. احنا الهدف من مرضى التشست ان احنا نعمل ايه يا اولاد؟ نعمل اسبري، نعمل جنرال اكزامينشن، نعمل لوكال اكزامينشن، نطلب انفستيجيشنز، نعالج المريض، مش كده ولا لا؟ ده الهدف بتاعنا في الكلينيكال كله اللي احنا اتفقنا عليه من اول يوم. انا عايز اعمل هيستوري بيرسونال هيستوري كومبلين بريزنت باست فاميلي. بيرسونال هيستوري ناس امراء ولو كان سيميل ازود في اخرها منستورال هيستوري. ها نيم تو بي فاميليار يفضل يكون الاسم بتاعنا ثلاثي فور ميديكال ليجال اسبكت. سن المريض فارق معايا جدا، البرونكال ازمه سن صغير، السي او دي سن كبير. ما ينفعش يبقى عندي طفل صغير 7 8 سنين وصدره بدايه تقول شفت الراجل عنده سي او بي دي؟ يا احمد سي او بي دي ليه يجي له سي او بي دي منين يعني؟ وما ينفعش يبقى راجل عنده 70 سنه تقول عنده برونكيال ازمه، يعني اتساب 70 سنه اتساب على طول ال 70 سنه عشان يجي له برونكيال ازمه وهو كبير؟ فهمت قصدي ولا ايه يا ولاد؟ يعني البرونكيال ازمه ديزيز اوف يونج ايج، لكن البرونكوليتيك كارسنوما والسي او بي دي ديزيز اوف هو ده كان محتاج مخ يعني؟ ها ميل ولا فيميل؟ مع كل الاسف والالم، مع كل الاسف والالم، مع كل الاسف والالم، كل البرانش ده رجالي. ها كله رجالي، ها؟ فاهمني ولا لا؟ رجالي ازاي؟ يعني سي او بي دي؟ برونكوجينيك كارسنوما؟ الاوكيبيشنال لانج ديزيز، فاهمني ولا لا؟ البرونكوجينيك كارسنوما في نوع منها كده ادينو كارسنوما مرات تحصل في الفيميل، لكن الاساس ان هو ديزيز اوف ها ميل. اوكيبيشن فارقه معاك؟ ده احنا كان في شابتر كان بنقرر نفسنا في الكوفيرت اسمه اوكيبيشنال لانج ديزيز. نيوموكونيوز ابنورمال ريسبونس تو ها بس حاجات كتير بقى. ها بص يا دكتور شغال اهوائي، شغال في مصنع منسوجات ولا قطن ولا في الفوع المحاجر ولا الفحم ولا البلاستيك ولا الازاز ولا 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 ولا. يعني انا مش متخيل يا اولاد ابدا ابدا ان حد يقدم هيستوري حد تشيست وينسى حاجتين الاوكيوبيشن والسجاير او التدخين، ولا ايه رايك؟ امال هتفتكر ايه يا دكتور؟ ده ممكن الاوكيوبيشن دي هي اللي بتقول لك ان هو عنده كذا، فلابد ان انا اساله انت بتشتغل ايه؟ مارتال ستيت دي يمكن جديده عليكم، اللي عارف يسكت اللي مش عارف يسمع مني. في مرض في التشست اسمه الموتايل سيريا سندروم. السيريا دي اهداف. دي الهدف منها ايه يا ولاد؟ بتطلع السكريشن من برونكيال فيلير. اي افرازات عندك
عشان تطلع انت محتاج كحه ريفلكس، لكن كمان محتاج ان حاجه ايه تساعد. من الحاجات اللي بتساعد السيليا لما اقول لك الموتايل سيليا سيندروم، يعني السيليا مش عارفه ايه بتتحرك، فبيحصل استاجنيشن ويجي عليها انفكشن واستاجنيشن وانفكشن واستاجنيشن وانفكشن. هشرح لكم بالتفصيل اقسم بالله حاجه اسمها برونكيتسز. تلاقي بقى البرونكيتس توسع والسكريشن قاعد فيها وبص وحاجه مقرفه جدا. فاهمني ولا لا؟ نفس السيليا دي هي اللي بتحرك السبيرم. فلما يكون راجل وعنده الموتايل سيليا بنسبه كبيره السيليا بتاعت السبيرم بتاعته مالها؟ يبقى انفرتايل. طب ولو ست؟ برضه انفرتايل. طب عشان الاوفم، عشان الاوفم بتتحرك من الاوفري وتنزل جوه الجنب بتاع اليورين بتتعادل في الفالوبيان تيوب، مين اللي بيحركها؟ عشان كده يقول لك الموتايل سيليا انفرتيلتي ان ميل ولا ان فيميل؟ بوث الاثنين. ها في الميل وايه؟ في حتى الفيميل يقول لك ممكن يحصل لها اكتوبيك بريجنس. تمنعوا بقى. فاهميني ولا لا؟ ليه؟ انا مش عارف هتنزل، فهمتوني ولا لا؟ ركزوا في اللي انا هقوله يا اولاد. مش كل حالات الموتايل سيليا انفرتايل. مش كل حالات الموتايل سيليا انفرتايل. اصل مرض ده وراثي، لو كان كلهم انفرتايل ما كانش في مرض اسمه كده اصلا، فهمتوني ولا لا؟ فمش هي الانفرتيلتي مي اوكير، مي اوكير، فهمتوني ولا لا؟ في مرض تاني ان شاء الله هناخده هو في الاطفال اكتر، اسمه سيستيك فايبروزيس اوتوزومال ريسيسيف ديزيز على الكروموزوم رقم 7. الخلل عندهم ان جسمهم بيكون فيزيت سكريشن. حد اسمه تاني اسمع الكلمه وحشه، ميوكوفيزيدوزيس، يعني بيكون افرازات ايه؟ لزجه. هذه الافرازات اللزجه مش عارفه تطلع، بيحصل معاها انفكشن وبرونكيتس. نفس المرض ده 30% من الحالات يا اولاد بيكون عندهم ابسنت فاز. الفاز ديفرنت ده بينقل السمنال فلويد من الفيزيكال لليوريثرا. طب لما يكون مش موجود اصلا ما عندوش ايجاكيوليشن، فبالتالي يبقى عنده ايه؟ انفرتيل. بس ال 30% ده المرض وراثي. لو كانت كل الحالات، لو كانت كل الحالات ما كانش المرض ايه؟ فهمتوني ولا لا؟ طيب اللي درس ونسى هيفهموني كويس، اللي ما درسوش برضه ركزوا معايا. لو واحده ست وعندها ميلياري تي بي، ميلياري ده ان هو ما اتعالجش، اللي هو اهمال بقى وسنها لغايه 18 في الجسم. لو راح في الفيميل جينيتال سيستم يعمل فروزن بلفس. عارف يا دكتور؟ يلزق الاوفر في الفالوبيان تيوب في اليوترس، يبقوا كلهم كده زي كتله واحده. عارف لما تحط الحاجات في الثلاجه كده في الفريزر جنب في الفريزر جنب بعض وتتجمد، فتيجي تبص لها او تطلعها كتله واحده، اصبح البلبس في الستات دول ايه؟ كتله واحده. اسمه ايه؟ فروزن بلبس. هل الست دي تبقى فيرتايل؟ طب ازاي؟ فهمتوني ولا لا؟ يعني ممكن الميليا دي تي بي لو راح للفيميل جينيتال سيستم وعمل فروزن بلبس اكيد هيبقى عندها انفرتيلتي. يعني في جمله كده باي واي انا يهمني حاجتين، الموتايل سيليا واسيستيك فايبروزيس. ريزيدنس المفروض يا ولاد في المدن الجديده او في الناس اللي بتبني بلدها من الاول بيخلوا السكان في حته وجنبهم شويه زرع وشجر كده وحاجات وجناين ونوادي، ويخلوا المنطقه الصناعيه فين؟ حته ثانيه. احنا عندنا هو طبعا الحديث كده، لكن على قديمه بقى هو طبعا انتوا عارفين زمان كانت القاهره دي محدوده، كانت حلوان دي اخر القاهره. حلوان والتربين والمعصره ومش عارف الكلام ده كانت حتت بعيده جدا، فروحوا عملوا فيها ايام بقى جمال عبد الناصر عملوا فيها ايه؟ المصانع بتاعت الاسمنت، وبعدين جم الناس حوالين المصانع وبقى، فاهميني ولا لا؟ في ناس دلوقتي قاعدين في المنطقه دي في المناطق دي بجد، يعني يقول لك ايه احنا كل يوم بنطلع مثلا شجره اسمنت من البلكونه، فاهمني ولا لا؟ يعني من كتر ما التراب بيتطاير ويقع عندهم، طب ما ده بيجي على سنهم. ناس كتير جدا حصل لهم انترستيشن بلبوري فانكوتس. فاهميني ولا لا؟ المفروض السكان في حته والصناعه في حته ثانيه، على فكره مش على قد كده بس. يعني مثلا كان في زمان في شبرا منطقه كثافه سكانيه عاليه جدا. كان فيها مصنع عزاز. كان الناس هناك بيحصل لهم اسبستوزس ويجي لهم ميدوسيليوما تيومر في البلوت مثلا. مش على قد كده وبس. انت لو جالك اب وام وجايبين ابنهم الصغير والولد عنده حساسيه. قلت لهم طب هو بيشم ايه؟ طب هو بيعمل ايه؟ لازم عارف هتلاقي في الاخر في مطعم فاتح في نفس العماره والمدخنه طالعه على شقته. فاهم حاجه ولا لا؟ والواد عمال يجي له ايه؟ حاسس ايه؟ ده انت لو ده ممكن يعسك. فاهمني ولا لا؟ كده يعني مش ده احنا عندنا من العشوائيه كمان ايه؟ ممكن تلاقي مصنع ملابس في وسط عماره سكنيه. تقول لي طب انت خايف من ايه؟ يا ما الحاجات اللي بتتطير دي اصلا ما هي دي المشكله، ما دي ممكن تبقى دي الالرجين اللي عامله البرونكيال ازمه. فهمتوني ولا لا؟ فده مهم جدا عشان كده انت تسال يعني الدكتور حساسيه بيقعد يجيب قرارها لغايه لما يعرف هي جايه منين ويبدا يمنع الحاجه دي. بقول لك لو عندي حساسيه من حاجه معينه ايه الحل يا اولاد؟ افويدنس. ما انا لازم اعرفها، يبقى اعرفها عن طريق الهيستوري الكويس.
يبقى حته ريزنس ما اقصدش انت ساكن فين، انا ساكن جنبك مصنع، تحتيك مصنع، مش عارف ايه، جنبك مطعم، تبقى عارف الكلام ده. الهابت ايه رايكم؟ اذا بشرب سجاير ولا لا؟ بشرب شيشه ولا لا؟ ما انا نسال مين؟ ما انا نسال مين يعني؟ وهتسمعوا على فكره ارقام غريبه، اللي بيشرب 6 علب سجاير في اليوم، واللي بيشرب، انا كان عندي عين بيشرب 60 حبه الشاي في اليوم. هو السؤال اللي بعدها ازاي؟ يعني ازاي؟ لا بتجيب لهم وقت ازاي يعني؟ واخد بالك؟ ده انت قاعد طول النهار بقى اللي تعرف فوق ايه؟ فاهمني ولا لا؟ يعني بتسمع ارقام غريبه جدا، ودول اللي انت بتشوفهم عندهم سي او دي وبرونكوجينيك كارسينوما والبلاوي دي كلها. شكوى المريض كلام سهل بلغه المريض، وان كومبرين از انف از از شورت از بوسيبل. هيستوري بريزنت تنس هي اللي فيها الكلام. هتساله ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك؟ اسال على كل السيمبتومز اوف ذا تشيست. الكارديولوجي كان ليه 10 سيمبتومز، والتشيست كمان ليه 10 سيمبتومز، بس اسهل بكتير. سيمبتومز اوف ذا تشيست، هكتب كلمه تشيست. بلس 3 سيز و 2 بيز. كلمه تشيست تشمل طبعا هيموكسيز اكسبكتوريشن شورتنس اوف بريث اللي هي ايه ولا ديسنيا في تزيين اللي هو ايه؟ ويزس سيريسيز سايرموزس كونستيتيوشنال مانيفستيشنز سيستميك فينوس كونجيشن تو بيز اللي هما بين وان بريشر مانيفستيشنز. دول 10 حاجات لا يخفى على حضرتك. اي حاجه من دول بوزيتيف لابد ان انا اعملها انا لسه. فكروني اعملها انا لسه ازاي؟ في 8 حاجات سواء ها اونزت فور ديليفريشن ها اسوسيشن ها وات جريد وات جريد افكت اوف تريتمنت بلس. طب لو كان عنده بين، ما احنا معانا تشيست بين اهو، نقعد عليه ونفايس راديشن وكارثه. طب ازود لكم بس تحتيتين اتنين في التشيست، بنزود ثلاث حاجات اسمهم فاريشنز. هل المرض ده او السيمبتوم دي ليها دايورنال او سيزونال او حتى بوستر فاريشن؟ يعني ايه يا دكتور؟ دايورنال فاريشن تقول له الصبح ولا بالليل ولا طول النهار. الناس اللي عندها دايما سكريشن زي السابيرات بلانجي سندروم وزي وزي مثلا البرونكايتس، اثناء الليل عمال يحوش بلغم، يصحى الصبح مش قادر يقعد يكح ويجيب بلغم كتير، يعني بيشرب سجاير دايما يكح الصبح، اللي عنده لانج ابس دايما الصبح، البرونكيت دايما الصبح. غير الاوكيبيشنال لانج ديزيز. يرجع من شغله ايه؟ صدره معدي، يقعد يكح يبقى تعبان، لكن الصبح يبقى كويس. امال يقول لك لا ليل ونهار، ده انفكشن. ده عنده انفكشن، يبقى ريسنت انفكشن يخليها ايه؟ ليل نهار، لكن الصبح اكتر مع الاستجنيشن مع السكريشن، وبالليل اكتر مع الاوكيبيشنال ديزيز. صيف ولا شتاء، ربيع ولا خريف؟ الحساسيه البرونكيال ازمة ربيع، النمونيا والكورونيك برونكايتس والاكيوت برونكايتس في الشتاء. في الشتاء بقى ادخل قفل الشبابيك، قفل تعال دخل بعضينا، مش كده ولا لا؟ فكان دايما فرصه اللي حتى من غير الكورونا، من غير الكورونا ولا حاجه، هو مش كان في الشتاء يدخل الفصل زمان وقفل بسرعه الشباك، لا ما تفتحوش الباب، تعالوا ندخل بعض، مش كده ولا لا؟ مش دي كانت المصيبه؟ مش دي كانت الكارثه يا ولاد ولا ايه؟ الاماكن المقفوله هو الشتاء، يعني هو الحاجات بتضرب في الشتاء ليه يعني؟ ليه الانفكشن في الشتاء؟ عشان مفيش التهويه، مفيش طبعا الفنتليشن الكويسه اللي هي بتاعت ان انت قاعد في حته مفتوحه في حته في مجال مفتوح، في فرق شتان الفرق بين الاثنين، فدايما تلاقي الانفكشن هيزيد في الشتاء. حته بوستر فاريشن دي تشخص لك ان في سابيرات لانج سندروم وتفرق لك هو لانج ابسس ولا برونكيتسس، ولو كان لانج ابسس تقول لك هو يمين ولا شمال ولا ايه رايكم؟ يعني هي بتشخص اول ان في سابيرات لانج سندروم، بعدين تقول لك ده اونديلنج فورورد برونكيتس، على جنب يبقى ابسس، لو على جنب اليمين يبقى الابسس شمال، لو على الشمال يبقى الابسس يمين. لو كان المريض بيطلع اني اكسكريتا، عنده هيموبسس او عنده مثلا اكسبكتوريشن، لازم تسال عن الاماونت والكلر والاودر، يعني كميه البلغم قد ايه بالتقريب يعني. طب لونها ايه؟ طب ليها ريحه وحشه ولا لا؟ يعني لك ان تتخيل لو عندك حد عنده كف واكسبكتوريشن، هتساله 14 سؤال في 8 انت عارفهم، بعدين تقول له ايه بقى؟ صبح ولا ليل؟ صيف ولا شتاء؟ ربيع ولا خريف؟ طيب في وضع معين؟ طب كميه البلغم؟ طب لونها؟ طب ريحتها؟ فاهمني ولا لا؟ يبقى انا بعمل كده فول اناليسيس. مفيش دكتور واقف يسمع لك 14 نقطه، ما
بس هو كل ما تقول اناليسيس اكتر كل ما تكون شاط. انا بسمع وانا عارفه فاهم حاجه ولا لا. الدكتور اللي بيسمع منك الهيستوري هو مستني منك تفاصيل، كل ما تقول تفاصيل اكتر كل ما تكون شاطر اكتر. وانا عايز اقول لكم حاجه، ما فيش حد يراد يحصل له اكسبكتوريشن من غير ما يكون عنده كف، مش محتاجه ذكاء معين. مش الكف يا دراير برودكت، برودكت يعني كف واكسبكتوريشن، اعمل لهم اناليسيس مع بعض خليك ذكي. مش هو الكحه والبلغم جايين مع بعض؟ هتروح عامل ايه؟ كاف اند اكسبكتوريشن اوف 5 years duration with gradual onset progressive course associated with كذا increase بكذا بتقل بكذا treated بكذا last effect، وتروح عامل لها فول اناليسيس كلها على بعضها، يبقى انت ضربت 2 من 10. تقول له طيب حصل لك ايه؟ انت كده مسكت مين؟ انا مسكت كاف خلصتها ومعاها اكسبكتوريشن. تقول له حصل لك حاجه ثانيه؟ يقول لك كاشر ده بس تعمل لها اناليسيس. حصل لك حاجه بعد كده؟ اه حصل لي تزييد تعمل لها اناليسيس. دول كام كده؟ 4. في حاجه ثانيه؟ لا مفيش. روح انت ساله على الباقيين بقى، اساله على الضغط ما لقيتش، تقعد تقول نو نو نو. وبعدين تروح البيت النهارده تروح عامل ايه؟ تروح جايب ورقه فلوس كده، ورقه فلوس كده وتكتب عليها موديل 2، وتروح كاتب هنا بيرسونال هيستوري وسيب لها سطرين كومبلين، سيب سطر كذا ديوريشن، وبعدين هيستوري اوف بريزنت ايلنس، تروح عامل جنبها بوكس كده وتكتب 10 نقاط. ال 10 نقاط دول ال 10 نقاط هم دول. وبعدين تيجي هنا باست هيستوري وفاملي هيستوري، باست هيستوري كورونيك ديزيزز تسيب لها حته، اوبريشنز دراجز كونسانجوينيتي سيميلر كونديشن كورونيك ديزيزز. وبعدين تطلع عيان لقيته مريض تشيست طلع المود رقم 2، انا تروح سال على البيرسونال هيستوري تكتب خلاص انت فاهمين شكوى مريض زي الاولى وكذا ديوريشن، وعندي هنا سامبل اسيبه يتكلم حصل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه، والحاجه الوسطى اعمل لها اناليسيس ثم النيجاتيف نو 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 نو. واروح جاي كاتب هنا حاجتين، نو سيمبتومز اوف اذر سيستمز افكشن، بعد كده ها انفستيجيتد باي كذا 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 اند تريتد باي كذا كذا كذا. حد فاهم حاجه؟ مين يقول لي هات لي مريض تشيست دلوقتي انا عامل لك هيستوري؟ ولا حد؟ ولا حد يا باشا؟ يا بدات ولا حد؟ احنا عملنا الاصعب على فكره، والله الكارديولوجي كان اصعب، والله كان اصعب، ده كان تحت الكارديولوجي البلمونري كونجيشن تحت فيها حوار، ستيبل كونجيشن انا كلمه غلط خالص. فاهمني ولا لا؟ يا ولاد الموضوع اسهل. مش اسهل؟ طب ايه الفرق بين الكارديولوجي والتشيست؟ سيمبتومز، يعني الكارديولوجي دي مجموعه سيمبتومز والتشيست وده المودل رقم 2. ايه لازمه المودل رقم 2؟ لما اجي اعمل هيستوري ابقى جاهز. انت المفروض تكون عملت موديل 1 للكارديولوجي. اللي عمله يعمل موديل 2 مين؟ اللي ما بيعملش ما يعملش، اوكي هو حر على دماغه، فاهمني ولا لا؟ بس اسمع كلامي. اسمع كلامي يخلص، يبقى انا معايا موديل للهيستوري، اي لحظه دخلت الراوند مين عايز ياخد هيستوري النهارده؟ حد تشيست يلا انا جاهز، فاهمني ولا لا؟ حد كارديولوجي انا جاهز وهكذا. خاصه الناس اللي هيبداوا لسه في الترم الثاني بطنه هتبقى امورهم اسهل. المفروض يعني. المفروض اللي دخل وخدوا الصدمه في الاول دول خلاص اتصدموا، لكن اللي هيبداوا في الاخر لا، تبقى انت جاهز لكل حاجه في اي لحظه وفي اي وقت. قول يا دكتور يعني انا في البين والسينوس يعني برضه بسال على الفرق لو ليها فرق لو ليها سيجنال بس مش بسال على الماونت كده اه طبعا طبعا امال ايه عادي جدا. بص يا ولاد الخطه بقى، انا عندي 10 سيمبتومز دول اسمهم سيمبتوماتولوجي اوف تشيست. النص ساعه اللي باقيه في المحاضره دي والمحاضره اللي جايه كلها ساعه ونص اقعد اتكلم على هذه السيمبتومز. السيمبتومز دي موجوده في مكانين، موجوده معاك في الكتاب العملي وموجوده في الكتاب النظري. تذاكرها يا اما من هنا يا اما من هنا. عارفين طالب عارفين مذاكره بغباوه؟ مين الغبي؟ مين الغبي؟ هو قصده ايه؟ انتوا في اول سنه بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بتجيب اربع كتب بطنه كده جنب بعض، كتب العربي. اذاكر درس من هنا وذاكر من هنا وذاكر من هنا، فاهم؟ تقعد تعمل ايه؟ ده في اول السنه. وفي وقت وبعدين تيجي العملي كده هو في عملي كفايه طب ما انا هجيبه من النظري تاني، تقعد تجيبه من النظري. وبعدين تيجي اخر السنه تحاوليه بمواد بسرعه، فاهمني ولا لا؟ طب ما تاخدها مقصره من الاول. فهمتوني ولا لا؟ يا ولاد انتوا بتدخلوا بحماس رهيب جدا، اوكي ما انا ما بحبش اخسركم في الاول يعني. وفي الاخر ايه؟ اصل احنا مش ايه في مع احترامكم يعني لا احنا بطنا يعني المنهج ايه اصلا؟ انت بعد كده تيجي تطلب ما فيش حاجه اصلا من موافق شويه. ما فيش مرخص. هو ده اللي بيحصل يا ولاد في الاخر، وربنا اللي بيحصل. ده اللي بيحصل عشان كده مثلا ليه؟ احبه زي الفل. انا قصدي ايه يا ولاد؟ انا قصدي ايه؟
انا قصدي انا بريحكم انتوا ما تريحوش نفسكم. والله يا ابني هقول لك اللي في المنطقه وربنا هقول لك انا ما اعرفش الحاضر ولا ابوك. انا هقول لكم اللي في النظر والله يا سلام. ها فهمني يا دكتور ولا لا؟ فتخلص منها انا بريحكم. وانت عارف يا دكتور في الاتشيس اسمع بقى، هاجي اشرح لك انفستيجيشنز من كتاب النظر. واشرح لك سي او بي دي من كتاب النظر ولانج اس ان شاء الله يعني. وبرونكيتسز ولانج فايبروزز مع سيمتوماتولوجي. فهمني ولا لا؟ وهديك سكيم لاي درس في النظر. اعمل ايه تاني؟ تعلم على نظر وخلاص.
ها تعتبر بريسبوزنج فاكتور. اتفهمت ولا لا؟ يبقى لابد قبل ما اصلح اي حاجه من دول اعالج مين؟ ها الكحه، اعالج السبب يعني. حاجات فوق يحصل له سب اراكنايد هيموريج، ويحصل سب كونجكتيفال هيموريج، ويحصل باقي ايدز. بص يا دكتور، لو واحد عنده برين انيوريزم، انيوريزم ده بيبقى فين وول ولا فين وول؟ فين وول، وبعدين جه كحه جامده يروح مرشر يعمل سب اراكنايد هيموريج. انا عايز اقول لكم حاجه، الكحه ما عملتش انيوريزم، هي خليته ايه؟ يعني لو واحد كح اصلا ما عندوش انيوريزم مش مشكله، هي يعني الفكره كلها ان هو عنده ايه؟ طيب واحد عمل لي كحه ففي كابيلاريز كده في عينه بتقعد ترابشر، فتعمل سب كونجكتيفال حتى بعدين الحشاش طول الليل عينه حمرا، ما بالك من كتر ليه؟ من كتر الكحه يحصل بافي ايدز. هو انا اثناء الكحه وانا بكح، انا بكح اهو الكحه دي عامله ايه في الانتراسات بريشر؟ بس انا ايه؟ انا طول المحاضره بقالي ساعه ونص كحيت مره، فاهميني ولا لا؟ واحد يا ولاد عنده كورونا بروكاس ده كل ساعه بيكح له 5 6 7 10 كحات، فاهميني ولا لا؟ على مدار اليوم، وبعدين لما يزود في السجاير كمان يبقى الكحه بتاعته بقت ايه؟ يبقى الانترا ثوراسيك بريشر على طول ايه؟ كلمني عن الفينس ستيرن هيقل، فيبدا يتجمع ميه في جسمه، بس اول مكان تتجمع فيه هنا عارفين ايه؟ عشان دي الفقره الصغيره، عشان ده مكان ضيق، اي شويه فلويد صغيرين يظهروا فيه. انتوا عارفين هي معده وجهاز غلط في النفرولوجي، عشان حد يحصل له لور ليمب ايديما لازم يتجمع عنده اكثر من 2 لتر اكسس، يعني يكون في رجله 2 اب تو 3 كمان، يعني لازم يكون كميه، يعني يكون واحد عنده لور ليمب ايديما، يعني رجليه معبيه ايه؟ اكثر من 2 لتر. عارف عشان يحصل اسايتس حتى مايلد، عارف مايلد مايلد اسايتس مايلد ده اصلا بيكون اتجمع في بطنه نص لتر، عشان يحصل مودريت لتر ونص، فاهمين حاجه ولا لا؟ يعني اذا محتاج ميه كتير، البلوره محتاج تلت لتر عشان بس يشتكي من شويه ديسني. فهمتوا حاجه يا اولاد؟ لكن الحته دي 50 سي سي يجمعوا فيها فلويد بطريقه ثانيه. الشارع المصري يحتوي على حفر، حفر كبيره وحفر صغيره، حفر صغيره، حفر متوسطه، حفر كبيره، المطره مطرت حاجه بسيطه. بين الحفره الاثنين الاول. خلاص الحفره الصغيره عندنا هنا حوالين العين، عشان كده اول مكان يتجمع فيه الفلويد هو هو اتجمع في كل حته، بس هيظهر في دي فين؟ عشان الحته دي مالها يا اولاد؟ حته صغيره وحته مزنوقه ضيقه، عشان كده اللي بيكح كتير يحصل له ايه؟ يحصل له باقي ايدز. كله هيفتح الكتاب على صفحه 26 الباراجراف الثالث، كوزس اوف باقي ايدز اند ايديما اوف ايدز. ها كوزس اوف ايديما ان ايدز او باقي ايدز. صفحه 26 بسرعه. مش لاقينها؟ خلاص لقيتوها يا ولاد؟ ها اكتب عليه سؤال شهير، سؤال شهير. ديفرنشال دايجنوز اوف بافي ايليس او ايديما اوف ايليس. واحد كورونيك كاف ولا اشهر يا ولاد؟ كورونيك كاف ولا اشهر؟ رينال ايديما نفريتك ونفروتك تاني سبب. سوبير بنجابل اوبستراكشن. ميكسيديما. الرجيك ايديما. تروماتيك. انفلاماتوري. انتوا عارفين في ساعات بنت كده في الاجازه تنام لها 12 13 4 تنام من الساعه 2 بالليل لغايه الساعه 4 العصر ثاني يوم وبعدين نايمه على الشقه تصحى الصبح هنا ايه؟ واخد بالك؟ هو لجت ايديها هو ايه اللي حصل؟ ده من كتر ايه؟ طب بصوا انا واقف مثلا بقف في اليوم 12 انا واقف كده انا بروح على الشراب بتاعي الاقي معلم قد كده هو ايه اللي حصل؟ ما دي بوزيشنال هي نايمه برضه في الوضع ده كتير جدا فايه اللي حصل؟ فاهمين حاجه؟ يبقى في او انت عارف لو حد ما نامش او حد نام كتير ديستربد سليب ريزم ممكن يؤدي الى بافي ايليس بس انا مش عايز غلاوه لما حد يقول لك اسباب البافي ايليس قول كورونيك كاف ثم رينا الايديما بعد كده عق وربط وقول اي حاجه فاهمني ولا لا؟ لكن لازم الاول اقول مين؟ الاثنين كبار ها ما تقولش اصلها كانت نايمه على وشها بطل هبل اول حاجه اقولهم مين؟ اقول مين يا اولاد؟ مش هقف ولا هكلم ما انتوا طبيعتكم اللي جت بعد ايه اللي يعمل باف يا ريس؟ ديسترب سليب ريس يهبل انت شفتها؟ لكن كورونا كاف كتير يا ولاد كورونا كاف كتير ها رينا القديمه دي الاخطر ها نتروتك ونفريتك ها ده سؤال مهم ارجع لموضوعنا بقى ارجع لموضوعنا كومبليكيشن اوف كورونا كاف اكسل ثراسك هيرنيا برولابس سب اراكنويد هامر سب كونكتيفال هامر باف يا ريس ثراسك كومبليكيشنز خمسه من بره لجوه على مستوى العضلات انا عمال اكح ايه اللي يحصل في العضلات؟ ماسل سترين
تيجي بصوره التشست بين. بعد الشر عليكم جميعا، فاكر يا دكتور السنين اللي فاتت لما جالك دور برد جامد وقعدت كحه اسبوعين؟ ها؟ وبعدين قلت بطني بتوجعني من كتر الكحه يا دكتور، مش قادر صدري بيوجعني من كتر الكحه، ده انت اسبوعين. اللي فاتني اللي بتكلم عليه ثلاث شهور في سنتين ده اقل حاجه. ها ايه اللي يحصل في عضلاته يا ولاد؟ يعمل التشست بين تيبيكال ولا اتيبيكال؟ اتيبيكال تشست بين، يعمل اتيبيكال تشست بين. تيبيكال ده كان بتاع مين؟ مش وقت خالص. طيب على مستوى الضلوع لو واحد عجوز او ست عجوزه اوست جروبيك ممكن يحصل لهم فراكشر، يعني كحه عنيفه يرابشر. دكاتره بس مش انت، الله يبارك لك، مش انت. انت على الكحه ثلاث سنين مش هيحصل لك حاجه، لكن حد اوستيو بروتيك عنده هشاشه مع كحه جامده، النك بتاعه الريب دي اصلا هي ويك بوينت، يعني ممكن بمنتهى السهوله يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها فرق. الجروره اهي والالفيولاي هنا مع كحه عنيفه ممكن الفلاس ترابشر وتدخل شويه هواء هنا. هواء في الجروره اسمه نيوموثوراكس. يبقى مع الكحه الشديده ممكن بعض الالفيولاي ايه؟ ولو ربشرت جوه البتاع جوه الجروره تعمل نيوموثوراكس. بعض الالفيولاي بتكبر كده ويحصل لها دايلكشن من كتر الكحه. يبقى اسمها انفيزيما. انفيزيما. بعض الكابيلاريز جوه البرونكايت رابشر تعمل هيموبسز. هيموبسز. ها بعض الكابيلاريز رابشرت في كحه دم. عايز خمس حاجات من بره الجو. تشيست بين. فراكشر ريب. نيوموثوركس. انفيزيما. وهيموبسز. يبقى دول خمس حاجات يحصلوا كثوراسيك كومبليكيشن. واكثر ثوراسيك فوق وتحت. عايز اقول قاعده، يا ريت تسمعوا كلامي ولا تنسوا. اي مرض مزمن في الشيست، وما اكثر الامراض المزمنه في الشيست. في ثلاث كومبليكيشن ثابته لكل الامراض، واصل البنات ده كانش استنباط يعني. لا في ثلاث حاجات ثابته. ثلاث اشياء ثابته اقسم بالله. كل مرضى الشيست يحصل لهم كوربرمانيا. كل مرضى الشيست يحصل لهم ريسبيراتوري فيلير. طالما المرض مزمن وفي كرونيك كاف يحصل كومبليكيشن اوف كرونيك كاف. مين شاطر يقول لي 15 كومبليكيشن للسي او بي دي وهو قاعد دلوقتي؟ هفهم حاجه؟ هفهم حاجه؟ احنا لازم ما خدناش سي او بي دي، بس ايه الكومبليكيشنز بتاعته؟ كوربال مونيت، ريسبيراتوري فيلير، ورسوليد وتكتوني ولا ولسه هكمل لك حاجات ثانيه. يا ولاد معايا ولا لا؟ يعني بمنتهى السهوله شغل مخك. اي مرض معايا كحه مزمنه حط لي هذه الاسطمبه معايا. طيب السؤال الثاني هو الحقيقه سؤال قصر عيني فقط. نزل مره سؤال نظري باربع درجات. كاركتر اوف كف اند اكزامبل فور اتش 1، يعني هو عايز يقول لك ايه انواع الكف الكاركتر من ناحيه الكاركتر، وعايز هي بص هو سؤال كلمه ورد بطاقه كلمه واربع درجات، انت تقول انا اخدت اربعه من اربعه في السؤال ده، فاهمني ولا لا؟ او انا اخدت اثنين من اربعه، انت بتجاوب على قد الايه؟ السؤال وخلاص. لما يقول لك انيميوريت او منشن تعدد بس. لما يقول لك وان اكزامبل قول وان اكزامبل، اكزامبل قول اكزامبل، فاهمني ولا لا؟ يعني هو الامتحان اللعبه بتاعته كده. هي كده هو الاصل بتاعنا كده. المهم هو عايز ايه؟ كاركتر اوف كف، في اربع انواع من الكف، في حاجه اسمها براسي كف وفاين كف وباركن كف وباروكسيزمال كف. براسي كف كحه برنه معاها ميتاليك ساوند خدناها قبل كده. لما قلنا ان الليفت اتريوم ذا موست بوستيرو ستراكشر بيضغط ويكبر ويضغط على التراكيه يعمل حاجه اسمها براسي كف. يبقى براسي كف بتاعت التراكيه كومبريشن او تراكيايز. في بوفاين كف، بوفاين كف بيبقى صوت هولو. هولو. صوت تخين شويه اسمه بالاطفال بيقولوا عليه كرو. انت عارف يا دكتور حصلت لك مره والله او مرتين ايوان لارنجايتس او ليفت ريكارنت لارنجايتس نيفر اتش حصلت لكم مره. فاكر لما صحيت من النوم كده صوتك رايح؟ ايوه كحه وصوتك كده والله ما حصلش. انا مش عايز حد يحصل له حاجه دلوقتي بس حصل. ها وساعتها كنت بكحه كحه رخمه كده، ها كحه ناشفه كده، فين يا دكتور؟ هولو. ها دي اسمها لارينجيال، دي اسمها بوباين كف. النوع الثالث ده باركن كف. باركن عامل زي نباح الكلب، هو العين هو اللي بيعملها بيمثلها يعني استريكا ويطول قوي في الكحه. بتحصل امتى؟ اثناء المرور. في حاجه اسمها مرور على المرضى. احنا دكاتره كنا شغالين دكتور عظيم وبنمر على المرضى بتوعك، عندك 10 مرضى في القاعه، فانت خدت مره وقفت عند الاولاني عند الثاني، انت بتشوف التذكره بتاعتهم في ايه خد ايه ظبطته علاجه وظبطته حلو، فانت كده عند المريض الثالث مثلا يعني وطولت شويه، عنده مشكله بتحلها له، عنده حاجه بنغلط في التشخيص احيانا، فاهمني ولا لا؟ فانت طولت شويه، تلاقي العين الرابع او الخامس عمال يكح وينزلها ليه؟
لفت انتباهك. لازم يكح قدام الناس. انت عارف تسال المريض اللي ضغط عليه هو بيكح ولا عمره ما كح؟ طب هو بيكح؟ لا لا هو بيكح دلوقتي بس. ايه اللي حصل؟ يبقى دي اسمها هيستيريكا. يبقى هيستيريكا بتبقى باركنج كف. اربعه يا اولاد على فكره مشهوره والله مشهوره. نمره اربعه دي كلمه اسمها باروكسيزما بتيجي نوبات. واحفظ لي حاجتين برونكال ازمه وموبيل كف. برونكال ازمه بتيجي ان اتاكس بتيجي في نوبات. طيب عشان نستريح من الحوار ده كله هنعمل حاجه ظريفه جدا. هو الكحه يا اولاد حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه. هي اصلا سبحان الله ده ديفنس يا اولاد. اصلا ما الكف الا ريفلكس. ما الكف الا ريفلكس. ريفلكس ايه؟ اي حاجه بتعمل لك اريتيشن في البرونكيال تري او في الالفيلاي او في البرينكيم او في اماكن كثيره من جسمك بتشغل هذا الريفلكس. تلفت انتباهك ان في حاجه، ان في مشكله، ان في مرض. فاهماني ولا لا؟ بس الكحه لوحدها مش مرض. انا بزعل قوي. واحد يكلمني او واحد مثلا يقول لك ايه؟ انت عندك ايه؟ يقول لك انا عندي كحه. مش حاسس ان عندي كحه. انت كدكتور ما تقولش كده. تقول ده عنده نمونيا وعامله له كحه ودسنيا. فاهماني ولا لا؟ كده يعني الكحه دي هي سيمبتوم واحده. ما تديهاش اكتر من وضعها، هي سيمبتوم. انا عايز اشرح ازاي بتحصل الكحه. بص يا ولاد، الكحه بتحصل كريفلكس. تقول لي يعني ايه؟ اي ريفلكس في الدنيا بيتكون من ايه؟ من ايه؟ ريسبتور صح؟ افرنت وافرنت وسنتر مش كده؟ اربع حاجات. طيب لو ده مثلا اللارنكس وده الفارنكس وادي التراكية وادي البرونكاي ثم برونكيولز ثم في البيولاي وانترستيشن وبلورا. عندي هنا ريسبتورز وهنا ريسبتورز وهنا مليانه وهنا 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 وهنا, وهنا. حتى لو في الانر اير من جوه في الاذن الداخليه في ريسبتورز. وفي اماكن كتير اصلا في جسمك في عندك ريسبتورز. الريسبتورز دي هي اللي بتشغل الريفلكس. تقول لي طب بتروح عن طريق مين وترجع عن طريق مين؟ هنا كده في البرينستال. بيتكون من 100 برين وعنصه مظله اوبلونجاتا. دي يا اولاد المظله اوبلونجاتا رقم 10 اهو اللي هو الفيجاس. فايه اللي بيحصل؟ كل الريسبتورز في اي واحد منهم اشتغل راح باعت اشاره عن طريق الفيجاس اللي هو الباراس المسادي. راحت الاشاره هنا. اصبح ده السنتر. وفي راي ثاني يقول لك لا مش ده السنتر. ده في كاب سنتر موجود فوق، كاب سنتر موجود في الميد برين فوق. في رايين، الراي الاول بيقول لك السنتر هو الفيجال نيوكليس. وفي راي ثاني يقول لك لا ده بعد ما توصل للفيجاس بياخد راي الكاب سنتر فوق وبعدين يرجع ثاني للفيجاس. فاهمني ولا لا؟ هو يعني بعد غالبا مش عايز اغلبكم معايا في بعض الناس الكاب سنتر بتاعهم هو الفيجاس. وفي بعض الناس الكاب سنتر بتاعهم مستقل بذاته عن طريق ان هو بيشغل الفيجاس. المحصله رايح راجع في مين؟ الفيجاس. شغلنا الفيجاس رد علينا بالاشاره. راح عامل ايه؟ ده فراجماتيك كونتراكشن، ابدومينال ماسل كونتراكشن وانتر كوستال والابيجلوتس مقفول فعمل دفعه قويه وبعدين فتح مره واحده فرد الحاجه اللي جوه. ما هو الا ايه يا ولاد؟ ريفلكس. ما الكف الا ايه؟ عشان كده عايز اقول حاجه. اذا سئلت ما اسباب الكف؟ وده سؤال نظري شفوي عملي. ما وحتى في الاطفال. ما اسباب الكف؟ 99% من الكحه ريفلكس. تقول لي ده هو في احتمالات اخرى؟ وعلى فكره باينه سنترال. وحد شاطر قال لي هيستيريكال. عرفتوا هيستيريكال؟ عرفتوا هيستيريكال يا اولاد؟ قلناها. طب سنترال، سنترال بص مش ده كده برين ستيم؟ مكانه فين؟ موجود في الانتراكرانيال كافيتي. اي حاجه هتزود الانتراكرانيال تنشن او تعمل انفلاميشن في المنطقه بتاعت المظله الاوبلونجاتا وتعمل اريتيشن لهذا المكان ربما تؤدي الى كحه. بس انا عندي ريفلكس هنا؟ لا انا عندي اريتيشن. يبقى سنترال ايه اللي حصل فيه يا اولاد؟ انا عندي زياده في الانتراكرانيال تنشن او انفلاميشن او ديجنريشن او ليجن عند الليفل بتاع المظله الاوبلونجاتا. اشمعنى المظله الاوبلونجاتا؟ ما ده الاوريجن بتاعي ليه؟ انا حاجه اسمها بالبر، حاجه اسمها بالبر فولس نعرفها بعدين يعني. ها يعني المرض بيكون هنا وده يؤدي الى سنترال كف. ده مش ريفلكس. انا ما عنديش حاجه بدات ريسبتور من هنا. الموضوع جاي من هنا. يبقى اسمه ايه؟ وده ليه؟ بس على فكره هيشخص بسهوله. هو معلش يعني اللي عنده زياده في الانتراكيال تنشن جاي كحه. اللي عنده سيفير هيدك وعنده حاجه اسمها بيرنج اوف فيجن وبريكتايل فوميت بلاوي كتير. ممكن يكون عنده نيورولوجيكال ديزيز اصلا. اللي عنده بالبر مانيفستيشن مش عارف يتكلم ولا ينطق ونزل ريجرجيتيشن. قصه كبيره هنعرفها. يعني السنترال اجله دلوقتي بس هو خلل في النيورولوجيكال سيستم. هتلاقي معاه اشياء كتيره تشخصه. طيب حلو، احنا وصلنا لحاجه ان ربما يكون ايه يا ولاد؟ ريفلكس. وهذا الريفلكس بقى
بسبب مشكله في الريسبيراتوري سيستم او في الكارديوفاسكولار سيستم او ابدومينال او اشياء اخرى. هو اي مكان يحتوي على ريسبتورز. لما اقول لك كلمه ريسبيراتوري والله العظيم هقول لكم كلمه هي الاجمل في المحاضره دي، ولو ركزت معايا هتنبسط قوي. لما اقول لك ريسبيراتوري كوزز اوف كف، فارنجل، لارنجل، تراكيو برونكيال، بارنجيمتس، بلورا، الخمس احتمالات. يا اما في الفارنكس، يا اما في اللارنكس، تراكيو برونكيال يعني في التراكيو وفي الانابيب يعني، او في البارنكيما الالفيولاي والانترستيشيوم، او في البلورا، دول خمس احتمالات. كل حاجه من دول لها صفه لا تخفى. يعني انت بمنتهى هيستوري كويس، خد هيستوري صح. هو يعني ايه فارنكس يا ولاد؟ معلش نفسي، فارنكس از كومن باث واي فور اير اند فود، يعني هو كافي فيه بدخل فيه يعدي فيه الهواء ويعدي فيه الايه؟ مش هو مدخل الاثنين؟ خلاص بما انه بتاع هواء وبتاع عين. لو في فارنجايتس او فورن بودي قشره فول لازقه مش عارف في ايه؟ او مش عارف في شوكه سمكه لازقه مش عارف في الفارنكس، فايه اللي بيحصل يا ولاد؟ تقعد تعمل ايه؟ عملت كحه ونوزيا وبومتي. كيف تميز انها فارنجيال؟ هتبقى كح لكن معاها ايه كمان؟ لان ده بتاع مين كمان؟ ده بتاع الاكل. فهمتوني ولا لا؟ هتيجي الام جايبه ابنها يا دكتور الواد عمال يكح ومع الكحه بتاعته بيرجع. هتبص على الفارنكس تلاقي فيه سيفير انفلاميشن. فهمت حاجه؟ يبقى دي اسمها فارنجيتس مثلا. يعني اللي جاي انتوا عارفينها، تعرفوا ازاي انها لارنجيال؟ ايوه مش اللارنكس يا ولاد ده يحتوي على الفوكال كورد؟ ده ابتديكم معانا عمال اكح حاجه اسمها ايه؟ قلنا ايه اسمها؟ موبايل. معاه موبايل، فاهمني ولا لا؟ يا ولاد معايا ولا لا؟ لكن اهم حاجه انا معايا ايه؟ هورسلس اوف فويس، لارنجيتس بقى، فورن بودي، لارنجيال كارسينوما، اي حاجه، اي حاجه، يبقى دي اسمها لارنجيال، يبقى فارنجيال نوزيا وبومتنج. لارنجيال هورسلس اوف فويس. ركز عشان هتتخطفوا حالا. تراكيو برونكيال معاه سبيوتم. بارنجيمتس معاه سبيوتم. تراكيو برونكيال او بارنجيمتس معاهم ايه؟ هتقول ايه صفحه 77 فوق خالص بسرعه. مين اللي قال بوكس؟ مين اللي قال بوكس؟ يعني ايه بوكس؟ مش معقول انت عارف؟ لو ما تعملهاش طب افتن مين؟ مين اللي قال بوكس؟ دي مش قادر تلم الصفحه يا دكتور ولا ايه؟ طب فوق دي اعتراض على ايه؟ تايبس اوف سبيوتم. سؤال نظري قصر عيني. نزل 2007 2008 حاجه زي كده. كان عايز انواع السبيوتم ونظام لكل واحد. ودي تجميع السبيوتم في المنهج كله. واحد فروسي سبيوتم. فروسي من العربي. فروسي في رغاوي. فروسي يعني يحتوي على ايه؟ رغاوي. وده بيحصل مع الاكيوت بالمونري اديما والسيفير بالمونري كونجشن. ها اكيوت بالمونري اديما والسيفير بالمونري كونجشن. ميوكويد العين يقول لك لزج او مخاطي. لزج او مخاطي. لو كان البلغم لزج او مخاطي يبقى اسمه ميوكويد. لونه ابيض اللي هو انت عارف ده بتاع السجاير اللي هو بتاع الكورونا برونكايتس. في اخر البرونكا الازمه يطلع لك حته ميوكويد صغيره قد كده. هو فاهمني ولا لا؟ هو ده بتاع البرونكا الازمه والسي او دي بتاع الكورونا برونكايتس. على فكره اللي بيشرب سجاير البلغم لونه ابيض طول السنه. يجي عليه كام يوم كده يصفر، ياخد انتي بايوتيك يرجع تاني ابيض. لما بيصفر بيسموه ايه ساعتها؟ ميوكوبيرلنت. وبعدين يرجع تاني ايه؟ ميوكويد. ميوكوبيرلنت ميوكويد وهكذا. انا خدها بالتفصيل. بيرلنت يعني اصفر. وده بتاع السابيرات بلانج سندروم او سيفير انفكشن طبعا يعني. الجديد بقى يا ولاد راستي. انا هشرحها لكم كباثوجينيسيس تفصيلا مع اللانج افل بس افهم الكلمتين دول. لو حد عنده لوبر نمونيا يعني في لوب في ميكروب فحصل هايبرينيا جه دم كتير لهذا المكان. دم عشان جهاز مناعه. كرات الدم الحمراء دخلت جوه الالفيولاي. لما دخلت جوه الالفيولاي ربشرت. طلع منها الهيموجلوبين في حديد، حديد وميه وهواء. يصدي يطلع لون كده جولدن يلو اسمه راستي. يبقى تاني واحد عنده لوبر نمونيا الحته اللي فيها نمونيا تبقى ايه؟ هايبريمك كونجستد. مش دلوقتي انت لو في ده في ده هيحصل دم كتير يجي في المكان ده؟ نفس الفكره. بس الدم لما دخل جوه الالفيولاي كرات الدم لما دخل في حرب جوه، في خناقه ما بين الوايت بلاد سيلز والاورجانيزم اللي موجود. فالمحصله دي في حاجات بتتكسر من ضمنها مين؟
طيب هل تعلموا ان كرات الدم الحمراء فيها هيموجلوبين؟ وهل تعلموا ان الهيموجلوبين يحتوي على حديد ترك حديد وميه وهواء؟ بالظبط. فيديك بقى ماده جولدن يلو اسمها راستي، راستي شوكليت او اسمها الثاني انشوفي صوص، صوص الانشوفة. يبقى لون كده بني فاتح شويه. الاميبا يا ولاد بتاخد الار بي سيز وتهضمها وتطلع ماده بني. لو حد عنده انيبك لانج اكسس هنا وفاتحه في برونكس هيطلع بقى لونه ايه؟ بني كده شويه، يقول لك الشوكليت ده طبعا شوكولاته، مش شوكولاته ولا ايه؟ ده دم ايه مهضوم؟ فاهمني ولا لا؟ ها ده مع الانيبك لانج اكسس. على فكره موجوده في المنهج في حته ثانيه. في درس ان شاء الله في الهيباتولوجي اسمه انيبك ليفر اكسس. انيبك ليفر اكسس الليفر اهو. الليفر اهو. في اميبا هنا، تعمل له سونار تلاقي فيه ايه؟ ها تلاقي فيه ها في كيس كده. وانت بتعمل سونار تدخل بسرنجه تروح ساحب منها عينه، ده الانشوفي صوص ده اللي هو الشوكليت. لكن موجوده في المنهج مرتين، يا اما يطلعها بلغم يا اما ناخدها باسبريشن. لما يطلعها بلغم ها دي تبع التشيست، يبقى عندي اميبك لانج ابسس. لما اسحبها يبقى دوت هيبقى اميبك ها ليفر ابسس. مفهومه؟ مرات يا ولاد حد يكح يجيب بلغم يقول لك ريد كارنت جيلي مربى. شايف الطبق اللي قدامك؟ ده مش طبق، ودي مش مربى، ده ريد كارنت جيلي سكيو ام سي كيو بتاع كليبسيلا نمونيا. كليبسيلا نمونيا واحيانا مع البرونكوجينيك كارسينوما هيديك المنظر ده. ده عباره عن ايه؟ فلمات ريسيرت على شويه مالجنان سيرت على ار بي سي على ميكويد اتعجنت بالمنظر الجميل ده كده في الخلاط جوه وطلع بالشكل ده. هذا اسمها ايه؟ ريد كارد. طبعا فيها دم هنا عشان كده لونها احمر. ريد كارد جيلي سبيد. كيزيوس جبنه. النهارده جبنه شوكولاته. وجبنه ها هو اكازيشا دي معناها فين؟ نعم مع تيبي. يبقى اكازيشا بيطلع حتت فتافيش زي الجبنه ده مع تيبي. مرات الراجل اللي عنده تيبي الاسبيوتم بتاعي يبقى ثيك فيزيت ستيكي يبقى كتله، يقول لك ده طالع دكتور كتله عامل زي العمله، عامل زي العمله المعدنيه. فاهمني ولا لا؟ يبقى كوين لايك او كيزيس ده مع التي دي. بلاك مع الكربون انهريشن. فاكر لما انت عملت فيها الشيب وراك وبدات تشولهم كده حاجات وبتاع، انت عملت شده في البحر استمتع جدا. هم يقعدوا ياكلوا تدخل ايه بقى كحه وتطلع بلغم من لونه اسود. لونه اسود ليه؟ ده اسمه كربون انهريشن. يبقى الكربون انهريشن يؤدي الى بلاك سبيوتم. ارجع لموضوعنا، ايه موضوعنا؟ قد تكون الكحه بسبب فارنجل لارنجل تراكيو برونكيال او بارنكيميتس. طب تراكيو برونكيال اعرف ازاي انها تي بي؟ اعرف ازاي انها برونكيكس؟ اعرف ازاي انها برونكوجينيك؟ اعرف ازاي انها كليكس؟ فاهمين حاجه؟ عن طريق الكاركتر وفين؟ ما على فكره ما عنديش تاني، يعني ما عنديش انواع تانيه من الاسبيوتم. يبقى الكاركتر بتاع الاسبيوتم ده يحدد لك اذا كانت الكحه معاها بلغم يبقى الاورجن بتاعها منين؟ يا تراكيو برونكيال يا بارنكيميتس. امسك كلمه اسبيوتم واعمل لها اناليسيس عن طريق الاسبيوتم ده اعرف اطلع النوع. فاضل لي نوع تبع الاسبيرات. ها بلورال. حد عنده بلورس او بلورال افيوجن او ميموسورس او امبايما اي حاجه من دول. كل دول الكحه هتبقى دراي ولا برودكتيف؟ انا يا دكتور هجيب بلغم منين؟ مش انا مشكلتي في البلورا ده جاست اريتيشن، اصل الفيسرا اللي هي فيها نفس الريسبتورز فبتبتدي تبقى دراي. يعني اي حاجه في البلورا الكحه بتاعتها تبقى ايه؟ بس في صفه معاها بلوريتك تشيست بين. معايا ايه؟ بلوريتك تشيست بين. ممكن تجاوبوا عليها في خمس حاجات ونخلص. كيف تميز انها فارنجيال؟ كيف تميز انها لارنجيال؟ كيف تميز انها تراكيو برونكيال او بارنجيميتس؟ عن طريق تسع انواع من الاسبيوتم دول. كيف تميز انها بلورال؟ معاها تشيست بين ودراي، فهي دراي كاب ومعاها بلوريتك تشيست بين. هل ممكن القلب يعمل كحه؟ لا بصوا ما انت مشكله يا ولاد، مش قلنا مايكرو ريسونس ديب سيلر فيلر بيحصل معاه بالمونري كونديشن؟ اكيوت ديب سيلر فيلر يعمل اكيوت بالمونري اديما واللنج غرقانه يبقى عنده كحه ولا ايه؟ بس على فكره هتبقى الديسني اكتر. الديسني اكتر. هو انا لما جيت اتكلمت في الكارديولوجي مش قعدت اشرح ديسني؟ ما شرحتش كف. الكارديولوجي ديسني بالجريتس بتاعتها سومو ارثوميا ثم بي ان دي. عارف يا دكتور؟ اقسم بالله لما تلاقي كلمه باروكسيزما نوكتورنا ديسني انا بفرح. انا مش بفرح في العيان، انا بفرح يبقى انا اتاكدت ان هو مريض ايه؟ ان هو مريض قلب وخلصنا. انت عارف لو ما عندوش فبقى متضايق، هو ما احتمال تبقى تشيست، ما احتمال تبقى انيميا، لكن وجودها لوحده يا ولاد مش قلنا دي هاي حتى اسمها كارديا كازما؟ قلنا دي هاي سبيسيفيك، هاي سبيسيفيك فور بارت.
لو عندي ابدومينال ديزيز اقول لكم بس كذا حاجه ظريفه يعني، والكلام ده جاي بعدين بقى كل حاجه في مكانها يعني. لو حد عنده تنس اسايس او كانوا ميجالي وضغط على البيز اوف لاين ممكن تعمل اريتيشن وتعمل برايت اب. هل تعلموا ان قبل عصر الكورونا والكلام ده ان الكورونيك كاف كانت ممكن اشهر اسبابها وممكن نصوا عليها نصا قال لك جرد؟ ايه جرد ده؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني الاتش اللي بيرجع كده بيعمل لي ريديشن ساعات بيسوي اسبيريشن كمان تمام ولا لا؟ وكل الريديشن بيودي ليه؟ وعلى فكره يلف على دكاتره التشيست كلها ومحدش بيقدر يعني يعمل له سي تي ويقعد يعمل له سبيوتال اناليس واصلا مفيش سبيوتال ويسمع سيرت ومش لاقي حاجه لغايه لما واحد بيقفل يقول له انت عندك حموله يقول له اه طب انت بتاكل وبتنام على طول اه بتاكل سبايسي فود اه فاهمني ولا لا؟ ويبدا يديله بروتون بامب انهبيتور يخف تماما فهمتوني ولا لا يا اولاد؟ يعني البيرد من الاسباب المهمه يلا يا ملوك الان فيز كورونيك ساينوسايتس لا ما زعلونيش بقى ما في كلمه لازم اسمعها كورونيك ساينوسايتس تعمل كورونيك ساينوسايتس بوست ليزر ديسشارج الانفرازات دي تنزل فلما تنزل يقعد يطلعها كريفليكس فتؤدي الى كرونيك كاف يعني ممكن يكون السبب بتاعي كرونيك ساينوسايت مش لازم يكون المرض ريسبيراتوري ربما يكون المرض جاي من الجي تي ربما يكون جاي من الساينس من الاير ساينس عشان كده لما يجي لك حد عنده كحه وما انتش لاقي حاجه في صدره دوس يا اخي على الاير ساينس شوف بتوجع ولا لا شوف معاه صداع ولا لا شوف لما باين قدام كده الصداع بيزيد شوف الاعراض بتاعتها اهم حاجه انها تبقى تنبر فهمتوني ولا ايه؟ لا في اسباب كثيره للكف احفظها وخلص نفسك قدر الامكان هنعمل بريك الساعة دلوقتي 2:05، 2:15 هبدأ المحاضرة الثانية ومدتها ساعة ونص إن شاء الله.